وهو في الاخر احنا عارفين ومدركين ان احنا ناقصنا كتير. فكل لما نحاول نعمل حاجات زياده مهمه بالنسبه لك، وبدل ما تتفاجئ على اخر السنه دي انك عايز تعمل تريننج وانت ما عندكش اي معلومه، يعني حد يقول لك يا ابني انت عارف ايه، مش عارف اي حاجه. فعلا يعني هتيجي على اخر السنه دي تتضايق، يعني تقديم الانترنشيب بيبقى في نص الترم الثاني بس. فانت لسه ما خلصتش اي حاجه، يعني الكورسات المهمه اللي انت خدتها الترم الثاني لسه ما خلصتهاش. فانت مش حاسس انك انت ماسك حاجه في ايدك تعرف تقدم بيها. فكل ما تخلص الحاجات بدري كل ما يكون احسن. وانت لما تاخد تريننج في ثالثه الموضوع بيريح معاك قوي، يعني انت بتحس بقى ايه براحه نفسيه كده وضامن انك انت تطلع تشتغل بسهوله وفي شركه محترمه وبتاع، وتبقى شفت الانفايرمنت عامله ازاي، بدل ما يقعد عندك ايه هو انا هعمل ايه لما اشتغل سؤال بقاله بيفضل سنتين كده فاهم، وهشتغل اصلا ولا لا وكده. فانت فرصه انك تضغط نفسك دلوقتي في ثالثه تروح تريننج في شركه، حتى لو شركه اي كلام، بس تروح تريننج في شركه تبقى عملت حاجه في الاجازه يعني. تمام، عشان تستريح نفسيا. المفروض التجربه دي هنبدا بالاوبن ام بي الاي بي اكس، وبعد كده نرجع نكمل اللي ما خلصناهوش في الجي نيو. تمام، الاثنين كانوا بيدوروا حوالين ايه؟ حوالين موضوع الاوبتمايزيشن. حته الكومبايلر والجي كان بيتكلم في ان انا افهم الكومبايلر بيعمل ايه، يعني كان في كذا ليفل اوف اوبتمايزيشن. اول ليفل اللي هو الالجوريثميك ليفل، اللي هو انا بفكر في المشكله ازاي واحلها ازاي. فممكن حد يطلع فكره حلوه وممكن حد يطلع فكره غبيه، او فكره سريعه او فكره بطيئه. فده مسؤوليه البروجرامر اللي هو انا كشخص بعمل ايه. تمام، وبصينا على تاني ليفل بتاع الاوبتمايزيشن اللي هو انهي، اللي هو ابدا ابص الكومبايلر بياخد الكود بتاعي يحوله لحاجه تشتغل وبيعمل ايه في النص. تمام، تالت ليفل اللي هو اللي احنا اتكلمنا عليه المره اللي فاتت بسرعه، اللي هو موضوع الكاش، ان انا المفروض ابقى اوير بالاركتكتشر اللي انا شغال عليه عشان استغله احسن استغلال، او عشان ما اغلطش غلطه تعمل بيرفورمانس يعني دروب في البيرفورمانس جامد وانا مش واخد بالي. تمام، عشان كده شفنا موضوع الكاش والكاش هيت والكاش مس، وهنراجع عليه النهارده. على النقيض خالص بقى الاوبن ام بي والاي بي اكس دي حاجات بروجرامنج وايز، انا وانا ببرمج عايز اعمل حاجات تسرع الكود بتاعي. قبل ما نبدا في تفاصيلهم هنبدا الاول بشويه حاجات ليها علاقه بالهيستوري بتاعت الموضوع. الكلام ده كله انا نقله من الفيديوهات اللي قلتها لكم امبارح، فلو حد عايز يرجع لها يرجع للفيديوهات احسن مني بكتير. تمام، فالنهارده هنراجع على الكود اوبتمايزيشن بارادايمز، ونتكلم على بارل كومبيوتنج موتيفيشن، ليه اصلا بقى في بارل كومبيوتنج وليه اتجهنا للاتجاه ده. بعد كده ندخل في الاوبن ام بي والاي بي اكس. دي السلايد المين اللي بنشتغل عليها، اللي هو الطرق اللي على اليمين دي الطرق المختلفه لو انا عايز اسرع كود. تمام، فممكن اروح على الاول حاجه دي اللي هي بيتر الجوريزم اند بيتر داتا ستراكشر، استخدم افكار جديده لحل المشكله دي وتكون الافكار دي اسرع. تمام، وده تعرفوه الترم الثاني ومفروض تعرفوه من دلوقتي، المفروض تبدا من دلوقتي تعرف حاجات داتا ستراكشرز والالجوريزم دي. في احتمال ان انا اديكم محاضرات في الموضوع الترم ده تكون بسيطه مش ديتيلد قوي تخليكم ايه تسرعوا نفسكم الموضوع، بس هتبقى حضورها اوبشنال يعني. تاني حاجه انك تبورت الكود بتاعك للجي بي يو، تحط الكود بتاعك على جي بي يو. لو حد مهتم الجي بي يو ده مجال ترندنج جدا ومهم، يبقى ينفع الكلام ده. اخر حاجه الاف بي جي اي، ما اعرفش عنها اي حاجه. اللي هناخده النهارده في الاوبن ام بي والاي بي اكس هو موضوع ان انا ازاي لو انا عندي بروسيسور فيه امكانيات زياده استغلها، ازاي اكتب برنامج بيستغل امكانيات البروسيسور الزياده دي. تمام، تاني حاجه الاوبن ام بي ازاي استغل المالتي كور، عندي كذا كور فازاي استغله عشان اسرع البرنامج بتاعي. جي ان يو زي ما اتكلمنا بيتكلم في الكومبايلر اوبتمايزيشن، الكومبايلر بياخد الكود بتاعي يعمل فيه ايه لغايه لما يطلعه كاوتبوت، والبروفايلرز والميموري سيميليترز عشان اتكلم عليهم، يعني اتكلم عليهم المره اللي فاتت. الراجل ده اسمه مش عارف حاجه مور كده، من 30 سنه ولا حاجه توقع ان عدد الترانزستورز في السي بي يو هيتضاعف كل سنتين. تمام، هو توقع كده. فقام جاي حد جه رسم الرسمه الظريفه دي. طيب حاضر، كام واحد مش سامع؟ طيب فهو هنا دي البروسيسورز المختلفه من ثلاث حاجه و حاجه و70 لغايه الالفينات. فكل الماشين كده ايه بيتضاعف، وكل شويه الترانزستور عدد الترانزستور بيتضاعف. ليه لما عدد الترانزستور بيتضاعف ايه اللي بيحصل؟ بيسرع السي بي يو، بيخلي البرفورمانس اسرع. فحد ثاني جه رسم علاقه الزمن بالبرفورمانس بتاع البروسيسور. تمام، فلقى ان هو برده كل سنه البروسيسور بيزيد نتيجه لان هو بيزودوا الكلوك. تمام، فالموضوع ده عمل كونتراكت كده بين الهاردوير ديزاينرز والسوفت وير ديفلوبرز، الا وهو ايه؟ اكتب اي حاجه
والسنه الجايه هينزل بروسيسور سريع يخليها تشتغل اسرع. تمام؟ فبدا يطلع كونسبت ان البرفورمانس بيجي للهاردوير. عندك دلوقتي برنامج بطيء شويه هينزل البنتيوم 4 يخليه زي الفل. تمام؟ ف هو الراجل كان وهو بيتكلم على الموضوع قال ان ده اللي نتج عنه لغه زي الجافا وكده، لغه مش سنترد حوالين البرفورمانس، لغه مش فارق معاها موضوع البرفورمانس لان البرفورمانس بيجي منين؟ من الهاردوير. تمام؟ فهتلاقي الجافا دي عامله زي ابستراكشن لاير كده مخلياك ممنوع انك تاكسس الهاردوير بشكل افيشنت، على عكس سي بلس بلس اعمل اللي انت عايزه، الاري وروح يمين شمال براحتك يعني. تمام؟ فبعد فتره بدا حد يعمل الدراسه دي الا وهي ايه؟ ان هم يقيسوا هو الباور عامل ازاي مع البرفورمانس؟ يعني البرفورمانس لما بيزيد ايه الباور؟ ايه اخباره؟ ليه مهتمين بالباور؟ عشان الباور مهم، البطاريات، موبايلات والكلام ده كله. فبداوا يحسوا ان كل ما البرفورمانس بيزيد، كل ما الكلوك بتزيد، كل ما الباور قدامها بيزيد. لدرجه مش هيعرفوا يستحملوها كهاردوير ديزاينرز، يعني من ناحيه الديزاين بتاع الهاردوير هم مش قادرين، عارفين ان هم لو علوا الفريكونسي هيعلوا البرفورمانس، بس هم مش قادرين يعملوا كده فيزيكالي. تمام؟ فطلع حاجه اسمها الباور وول. ايه الباور وول ده؟ كان فاهم بقى في حيطه كده يقول لك انت مش هتعرف تعلى في الباور عندك ليفل اعلى من ده، فانت اتصرف بقى. فبدا الكونتراكت اللي بين الهاردوير ديزاينرز والسوفت وير ديفلوبرز يختلف شويه، ان الهاردوير بقوا مضطرين يتجهوا اتجاهات مختلفه. يعني مثلا كان قبل كده يقول لك انا هزود الفريكونسي فهزود لك السرعه، فالسوفت وير ديفلوبر مطمن على السوفت وير بتاعه. بعد كده قال لك انا هقلل الفريكونسي وهزود لك الكور، ده اللي انا هقدر اعمله ما ليش دعوه، وانت اتصرف بقى شغل كودك على ايه؟ على مالتي كور. فبدا البرفورمانس يبقى مسؤوليه السوفت وير ديفلوبر مش مسؤوليه مين؟ الهاردوير ديزاينر. فبدات تطلع حاجات زي اللي احنا اتكلمنا فيهم في الاول، الجي بي يو والاف بي جي اي والاوبن ام بي والاي في اكس والكلام ده كله. بدا كل الكلام ده مين اللي بيعمله؟ البروجرامر. الهاردوير بيعمله مره وانت بقى استغله زي ما انت عايز. تمام؟ فهم هنا حتى بعد ما بداوا يحسوا بموضوع الباور ده عملوا غيروا في الاركتكتشر شويه وبسطوا الدنيا شويه، يعني عملوا عارفين جو البايب لاينز والحاجات دي خدتوها ولا؟ تمام؟ هتاخدوا في السي او شويه حركات كده عملوها في الاركتكتشر عشان يخلوا الدنيا اسرع. فبداوا يبسطوا الدنيا شويه في البروسيسور بحيث يزودوا البرفورمانس من غير ما يزودوا الباور. فبدات اهتمامهم ما يبقاش بس سنتر حوالين البرفورمانس، يبقى سنتر حوالين البرفورمانس يزيد مع الحفاظ على باور قليل. فطلعوا بنتيوم ام ده كان ايام زمان طبعا. تمام؟ بنتيوم ام ده كان سنتر حوالين ايه؟ الباور، انا عايز الباور يقل على قد ما اقدر. تمام؟ بس برضه جابوا اخرهم، يعني مش عارفين يعلوا عن كده. قعدوا بقى يتشقلبوا والهاردوير ديزاينرز يعملوا اللي هيعرفوا يعملوه، في الاخر وصلوا لده احسن حاجه، عايزين يطوروا عن كده مش عارفين. غير عن طريق المالتي كور. تمام؟ راحوا للمالتي كور ليه؟ لان هم لقوا المنظر ده، لما جم يقيسوا لو انا عندي سنجل كور شغال بفريكونسي اف وعندي مالتي كور تو كورز كل واحد فيهم شغال بفريكونسي اف على اثنين، فهم بيطلعوا نفس الانستراكشنز يعني في الوقت الواحد بيطلعوا نفس الانستراكشنز. لما جم يقيسوا الباور لقوا ان الباور اللي على الشمال بسي في سكوير باف فاكس جت ازاي، بس هو في الاخر المعادله دي بتقول لك ان الباور لو انا عندي كاباسيتنس دي واسمه ايه ده وفولتج بي وفريكونسي اف فهي المعادله دي. لما راحوا للمالتي كور او التو كورز لقوا ان الكاباسيتنس بقت ضعف الكاباسيتنس لان هم زودوا السيركتس وبتاع، فبقت قدرتك على استيعاب الكتريستي بقت اعلى. بس بغض النظر عن تفاصيل الالكترونكس فاكس، يعني اللي يهمنا هنا ان هو موضوع الباور ده، الباور بقى كام؟ ب 40% من الباور ده. فبداوا يتجهوا ناحيه ايه؟ اللي هو لا ده لو انت شغال مالتي كور انت بتوفر في باور جامد قوي وبتوصل لنفس البرفورمانس لو البروجرامر عرف يعمل كده. تمام؟ فبقى الكونتراكت الجديد بين الهاردوير والسوفت وير ايه؟ انا هعمل اللي انا اقدر عليه عشان ازود البرفورمانس وهعملها في شويه كونسترينز. فبدا يطلع الكورت ديو والكورت كواد ومش عارف ايه والكور اي سن، وتلاقي الفريكونسي بتاعها اقل بكتير قوي من اللي كان البنتيوم بينزل بيه. وانت اتصرف بقى. تمام؟ فهنا الاوتبوت نفس الاوتبوت بس ب 40% باور ريدكشن. فبدأوا يتجهوا لموضوع المالتي كور ده، وانت كبروجرامر تصرف. فكان السوليوشن هو انك انت تعمل بارلل كومبيوتر كبروجرامر يعني، وتبدا تتعب شويه بقى. مش مسؤوليتك بس ده ستراكشرز والالجوريزم، انت مسؤوليتك ده ستراكشرز والالجوريزم، وانك تشتغل على مالتي كور، وانك تستغل السي بي يو صح وهكذا.
الناس اللي بتشتغل في الليفل ده من اكتر الناس يعني علما، يعني ان هو بيبقوا محتاجين يفهموا اي حاجه نزل في الاركتشر جديده بيحتاجوا يعملوها، وفي نفس الوقت هم بيشتغلوا على الالجوريزمز بطيئه اصلا بيحاولوا يصنعوها وكده. فالليفل ده لطيف جدا، محتاج يعرف الهاردوير شغال ازاي وشغال بروفايلرز وبتاع، فتحس ان هو راجل متمكن يعني. تمام، فعشان كده احنا متجهين للمالتي كور. تمام، قبل كده كان الموضوع ان انا تمام بلاش الدخله دي. عندك الابلكيشنز عامه بيقسموها لتو تايبس اوف ابلكيشن، في الكونكرنت ابلكيشنز وفي البارلل ابلكيشنز. الكونكرنت ابلكيشنز هي الابلكيشنز اللي طبيعتها فيها حاجه شغاله بارلل، بمعنى لو كنت بتشغل الميديا بلاير زمان فهو بيشغل لك فيلم تشوفه وفي نفس الوقت مطلع لك صوت من السبيكر، صح؟ تمام، او لو كان الميديا بلاير مشغل لك ساوند بس فهو بيطلع لك صوت وفي نفس الوقت عامل لك شويه فيجواليزيشن كده تقعد تشوفها عماله بتطلع وتنزل، وفي نفس الوقت انت ممكن تدوس بوز وتدوس ستوب وتدوس لود وفايل وكده، فكان في ثلاث عقول شغالين في نفس الوقت، عقل عمال بينتراكت معاك او برنامج بينتراكت معاك لو دوست على حاجه يقول لك هعمل كذا وبتاع، وعقل عمال يقول له شغل الفايل ده على السبيكر، وعقل بيقول له فيجواليز شويه حاجات كده، صح؟ فكان البرنامج مش سنجل باس كده شغال انا ماشي في المين برنت اف هلو وورد ومكمل، لا، كان البرنامج بقى فيه كذا حاجه شغاله. تمام، في واحد بيطبع حاجات على الشاشه، وفي حاجات بيشغل حاجه من السبيكر، وفي حاجه بتطلع حاجه على البرنامج تفيجواليز بيها الساوند اللي بيحصل وهكذا. تمام، فده بيسموه الكونكرنت ابلكيشن، وده قديم قوي. زي الوورد مثلا تيجي تكتب تلاقي في الباك جراوند في حد عمال بيعمل سبيل تشيكر يقول لك انت البتاعه دي فيها غلطه. اللي بيكتب ده ويوريك الكتابه ده برنامج او جزء من البرنامج، واللي بيعمل سبيل تشيكنج ده حاجه ثانيه خالص. فالحاجات دي شغاله على التوازي. تمام، على النقيض بقى البارل ابلكيشنز. البارل ابلكيشنز دي حاجات مش طبيعتها ما فيهاش ايه، ما فيهاش حاجه على التوازي شغاله، بس انا بروح لها ليه؟ عشان اسرع الدنيا. انا عايز اسرع، انا مثلا بجمع الري فيه مليون اليمنت، فبدل ما اقول انا شخصيا همسك الكالكوليتر واخد اليمنت اليمنت اقعد اجمعه واكتب النتيجه، هجيب ثلاثه معايا كده، انا ادي مثلا ده 250 مليون 250000 وده 250000 وهكذا، واخليهم كلهم كل واحد يجمع اللي هو هيعرف يجمعه، في الاخر النتيجه ترجع لي اقول له انت جبت كام؟ قال لي كذا، جبت كام كذا، فجمع النتيجه منهم. فكده انا عملت ايه؟ قسمت الورك لود علينا، فطبعا هبقى اسرع، صح؟ معايا ولا ايه؟ لو انا عندي مثلا صفحه فيها درجات وعايز اجمع درجاتكم، اديت لكل واحد فيكم ورقه وعندي ورق بعددكم، هسرع الدنيا جدا، كل واحد في الاخر يقول لي هو طلع كام واجمع اللي انتوا طلعوه. تمام، فعشان كده احنا بقى في التجربه دي او في الكلام النهارده مركزين على موضوع الايه، الباراليزم، مش مركزين على الكونكرنس. الكونكرنس هتاخدوها الترم اللي جاي ان شاء الله في المالتي ثريدنج او في الاو اس، وبرضه مش تفهموها قوي، محتاجين تذاكروها على صوته يعني. فاللي فوق ده بيعبر عن كونكرنت ابلكيشن شغال، وده شغال كده كانه شغال على سنجل كور. بعمل ايه؟ عندي ابلكيشن في كذا حته شغاله، فالحته الصفراء اللي فوق دي بفيجواليز بيها حاجه في الميديا بلاير، بعد كده الحته الصفراء اللي في السطر الثاني بطلع بيها حاجه على السبيكر، بعد كده الحته الصفراء اللي في السطر الثالث بانتر اكت على حاجه انت دوستها بالماوس. الكلام ده كله على التوازي، بس انا شغال على سنجل كور وهو شغال بسرعه جدا، فعمال بيسويتش بين الحاجات دي، فانت حاسس ان ايه؟ كلهم شغالين على التوازي. انما بقى اللي تحت ده اللي هو البارلل اكسكيوشن، انا عندي مالتي كور، كل واحد من الناس كان عمال بيجمع على التوازي. الاكشوال ورك شغال فعلا ان بارلل. تمام؟ مش لوجيكالي ان بارلل، اللي فوق ده تحس ان هو لوجيكالي ان بارلل، بمعنى اللي هو انا حاسس ان الدنيا كلها شغاله على التوازي، بداونلود وبشغل اغاني ومش عارف فاتح الفيسبوك، كل الحاجات دي احس ان شغال على التوازي، مع انها مش شغال على التوازي يعني، هو عمالين بيسويتش. تمام، لو هم شغالين على سنجل كور يعني. فاحنا السكوب بتاعنا هو اللي تحت ده، احنا محتاجين نركز ازاي ندور في البرنامج بتاعنا لحتت ممكن تشتغل على التوازي ونخليها تشتغل على التوازي. تمام، فكان البرامج دي التاثير بتاعتها، الدايره الكبيره دي هي البرامج، الدايره اللي جواها هي الكونكرنت ابلكيشنز، الحاجات اللي فيها امبليسيت او اللي هي اللي فيها باراليزيشن غصب عنك، لازم تعمل بارال اكسكيوشن. والبارال بروجرامز دي اللي انت عايز تشتغل بيها بارال عشان تسرع الدنيا شويه، او اجزاء من البرنامج عندك عايز تسرعها. تمام؟ الكونكرنت ابلكيشن زي اللي قلنا عليه اللي هو
الميديا بلاير او وات ايفر. والمثال الواضح قوي عليه هو الويب سيرفر. تخيل انت الفيسبوك شغال مش كونكرنت، يعني كل الطلبات اللي بتجيله عمال بياخدها في طابور كده، فانت بتعمل بوست يقول لك لودنج، معلش بس ثانيه واحده، في حد كان شغال على الفيسبوك بيعمل ابلود لفايل، فمستنيين يخلص بس لغايه لما تخش. لا ما ينفعش، انا لازم اخد من ده شويه ومن ده شويه ومن ده شويه عشان احس الناس كلها ايه شغاله على التوازن. تمام. البارل ابلكيشنز دي ممكن تبقى سيكوينشال. شكل التنفيذ بتاع الموضوع ده عامل ازاي؟ نفترض لغايه دلوقتي بس ان كلمه ثريد دي معناها ايه برنامج شغال، فكان كل برنامج عنده شويه بلوكات وفي انستراكشنز عمال عايز تشتغل داخل على البايب لاين بتاعك، فالسي بي يو يعني السي بي يو عمال بياخد من ده شويه من ده شويه من ده شويه ينفذها ويخلص. تمام. ايه بقى موضوع الثريدز ده؟ انت لما بتيجي تشغل اي برنامج عندك ده اسمه بروسيس، في بروسيس بتشتغل عندك على الكمبيوتر. البروسيس دي بتتكون من كذا ثريد او سنجل ثريد. كل اللي انتوا عملتوه لغايه دلوقتي سنجل ثريد اللي هو void main وfunction بتتكتب. لما اجي اشغل البتاع ده سنجل بروسيس والسنجل ثريد. الثريد ده معناه ايه؟ ان انت عندك path of execution، حاجه بتتنفذ كده من اولها لغايه اخرها، كود شويه كود كده. تمام. ازاي بقى نعمل مود ثريدنج؟ هنشوف دلوقتي. في فرق بس محتاجين نبقى واخدين بالنا منه ما بين السنجل ثريد ابلكيشن والمالتي ثريد ابلكيشن. هو الفرق ده ان السنجل ثريد ليه ستاك واحد، يعني كل حته في الثريد ده او كل حته في الكود ده شايفه نفس اللوكال فاريبلز. لو انا معرف لوكال فاريبلز في المين، كل بقيه الناس مثلا شايفينه في المين شايفاه. لو انا داخل جوه فانكشن، فالفانكشن شايفه اللوكال فاريبلز بتاعتها، وكل لوكال فاريبلز دي موجوده في الستاك بتاع الثريد ده. تمام. لما انا اجي في المين كده اقول انتجر اكس، فانا كده بعرف فاريبل بتحط في الستاك. لو انا شغال مالتي ثريدد ابلكيشن، لو انا شغال مالتي ثريدد فعندي كذا حاجه شغاله على التوازي، كل حاجه من دي ليها ستاك منفصل. بمعنى ان لو الثريد الاولاني عنده لوكال فاريبل اسمه اكس، الثريد الثاني ممكن يبقى عنده لوكال فاريبل ثاني اسمه اكس، والاثنين دول حاجات مختلفه وموجودين في اماكن مختلفه في الميموري. تمام. طب ازاي الثريدز دي لو عايزه تتواصل مع بعض؟ احنا قلنا الثريدز دي في الاخر هتجمع النتيجه بتاعتها. كل ثريد هيقول للتاني انا جبت مثلا المجموعه اللي عندي 250 وانت عندك 2000، نجمع الكلام ده ازاي؟ هيتواصلوا مع بعض وهم مش شايفين الفاريبلز بتوع بعض؟ عن طريق الهيب اللي فوق ده، او اللي هو الداتا دي، السكشن بتاع الداتا. بيبقى في سكشن جلوبال لكل ثريدز، هنشوف الكلام ده بالتفصيل وهنتكلم عليه باستفاضه النهارده. تمام. بس الصوره دي محتاجين نفتكرها، الا وهي ان السنجل ثريد في سنجل ستاك، وبالتالي كل لوكال فاريبلز موجوده في حته واحده. المالتي ثريدد بيبقى ايه؟ كذا ستاك. ماشي. الاوبن ام بي بقى، الاوبن ام بي موجود ليه وهيساعدنا في ايه؟ الاوبن ام بي موجود عشان هو اسهل حاجه تعمل بيها مالتي ثريدنج. المالتي ثريدنج الكود بتاعه سخيف عامه يعني، ويبقى في حوارات كتيره وبتاع. هنشوف النهارده ان الاوبن ام بي ده انت بتزود على اللي انت عارفه غير شويه معلومات بسيطه. لو انت فاهم البيزك الكودز اللي احنا كاتبينها، انا يعني حاولت اجيب اكواد بسيطه جدا بحيث ما نبقاش مضطرين نفهم اللوجيك بتاع الكود، ونبقى مضطرين نفهم ايه الاوبن ام بي بس كدايركتيفز يعني. فالاوبن ام بي هو كومبايلر دايركتيفز. يعني ايه كومبايلر دايركتيفز؟ حاجات عامله زي الهاش انكلود دي، الهاش انكلود، الهاش ديفاين، الكلام ده كله اسمه كومبايلر دايركتيف. وده مش كود سي، ده كود او اوامر بتتقال للكومبايلر نفسه. الكومبايلر بياخد الاوامر دي ينفذها قبل ما يعمل كومبايلنج للكود. تمام يا جماعه. فانا متوقع ان الاوبن ام بي دي مش لغه، الاوبن ام بي دي لاير كده فوق البروجرامنج اللي عندي، بكتبها تتحول للغه سي او وات ايفر. تمام. فهم عاملينها ليه؟ عشان يسهلوا عليك ازاي تعمل مالتي ثريدد ابلكيشن. هنشوف دلوقتي ان شاء الله الموضوع باذن الله يكون سهل يعني. فابسط برنامج ممكن تشغله في الحياه هو الهالو وورلد. اعمل برنامج بيعمل هالو وورلد. تمام. فالبرنامج ده انا اعمله، اعمل void main واكتب print if هالو وورلد وشكرا كده، صح كده؟ لو انا عايز اشغل الاوبن ام بي على هالو وورلد ده اعمل ابسط برنامج ممكن يتعمل. هو برنامج ملوش لازمه، بس هنشوف اللي احنا كاتبينه ده بيعمل ايه. نبدا من فوق خالص. الهاش انكلود او ام بي دوت اتش ده ايه لازمته؟ شغال اوبن ام بي، فمحتاج بس انكلود الحاجات بتاعت اوبن ام بي. تمام. بعد كده انتجر ثريدز عادي، فاريبل عرفته، بس الفاريبل ده متعرف في المين.
بره الهاش الاوبن ام بي. ايه الاوبن ام بي ده؟ اللي هي الهاش براجما دي. الهاش براجما دي حاجه عامله زي الهاش انكلود، مش لازم نفهم معناها ايه دلوقتي، بس هنشوف ان السطر ده كده بقول له البلوك اللي جاي القوسين اللي جايين دولت تعمل لي اربعه ثريدز ينفذوهم. عرفت منين ان هم اربعه؟ نكمل السطر كده، هاش براجما او ام بي بارلل، الثلاث كلمات دولت ثابتين. هاش براجما او ام بي دي ثابته في اي حاجه في الاوبن ام بي، تمام؟ او ام بي دي اختصار لاوبن ام بي. بارلل بقول له الريجن اللي جاي دي انا عايز انفذها على التوازي. تمام؟ عايز يبقى في اربعه بينفذوها على التوازي. يعني كاني هيبقى عندي اربع برامج كل برنامج منهم بينفذ الحته اللي جايه دي. المعلومه بقى ثريدز ما دام متعرفها بره هاش براجما او ام بي فهي موجوده فين؟ في الجلوبال. كل الناس شايفاها. تمام؟ جوه الهاش براجما او ام بي لو عرفت اي حاجه فالحاجه دي لوكال للثريد. بمعنى انا كده عندي كام فاريبل اسمه اي دي؟ اربعه. كل ثريد معرف اي دي لنفسه. تمام؟ طب ايه الفانكشن اللي على اليمين اللي بندهها دي؟ اللي هي او ام بي جيت ثريد نمبر. كل ثريد من الثريدز اللي عندي ليه اي دي معين. اعرف الاي دي بتاعي لما انده الفانكشن دي. طب ايه الفانكشن دي؟ ايه لازمتها في الحياه؟ هنشوف ان الفانكشن دي هي فانكشن كريتيكال جدا في شغل البارلل اكسكيوشن. هنشوف دلوقتي في السلايد اللي جايه ان شاء الله. فانتجر اي دي ايكوال او ام بي جيت ثريد نمبر، انا كده بعمل ايه؟ بجيب الثريد نمبر، فانا كده الثريد رقم 0 اللي هو المين بيجي له 0 في الاي دي بتاعه. اي ثريد تاني بياخد ارقام بقى من 1 لغايه 3. فالثريد رقم 0 ده المين ثريد اللي بيكريت الثريدز اصلا. طب السطر ده بيعمل ايه؟ يعني الهاش براجما او ام بي كانها بتعمل كده. كان المين كنت انا داخل فيها كده عملت انتجر ثريدز ايكوال 4 في الحته اللي هي ايه؟ الحمراء دي. اللي هي دي. انا هنا عملت انتجر ثريدز ايكوال 4. بعد كده لما دخلت على الهاش براجما او ام بي بارلل نم ثريدز 4 عمل كرييشن لاربع ثريدز على التوازي شغالين. اول ثريد منهم الاي دي بتاعه بزيرو، ده المين ثريد اللي هو المين اللي هو هيرجع يكمل الاكسكيوشن لوحده. ثاني ثريد الاي دي بتاعه بواحد، ثاني ثريد وهكذا 2 و3. بعد ما الهاش براجما دي بتخلص هنا ايه اللي بيحصل؟ الثريدز بتخلص اللي هنا فوق بتعمله، وكل الثريدز بتقف هنا تستنى، وبعد كده ايه؟ المين ثريد يكمل وبقيه الثريدز تتلغي. مين مش فاهم؟ دلوقتي انا عندي القوسين دولت، القوس اللي فوق بيقول له كرييت فور ثريدز وخليهم كلهم يبداوا ينفذوا الكود ده. القوس اللي تحت بيقول اتجمعوا هنا قبل ما المين تكمل. بمعنى لو انا عامل بعد القوس ده برنت اف عمر، انا متوقع ان عمر يطلع امتى؟ بعد ما كله يطبع الاوردر بتاعه. طب حد يتوقع البرنامج ده كده لما يتنفذ ايه اللي يحصل؟ هيطبع كام سطر؟ اربع سطور. اول سطر فيه ايه؟ مش شرط اول سطر يبقى زيرو، مش شرط. دلوقتي انا بكريت فور ثريدز واديهم للاوبريتنج سيستم الويندوز، اقول له شغل لي الاربع برامج دول. هو بقى اللي بيتحكم، هو اللي بيعمل المنظر ده، منظر اللي هو ايه؟ مين هيشتغل الاول وكده. تمام؟ اللي هو المنظر اللي فوق ده او المنظر اللي تحت. المنظر اللي فوق امتى والمنظر اللي تحت امتى؟ المنظر اللي فوق لو انا شغال على سنجل كور، لو حظي ان الاربعه ثريدز دخلوا على سنجل كور، والمنظر اللي تحت لو حظي ان الاربعه ثريدز دخلوا على ايه؟ على كل كور منفصل. بس هيبقى فايدته ايه ساعتها؟ يعني هيبقى احنا قلنا احنا شغالين دلوقتي بره الكمبيوتنج عشان نسرع. لو انا شغال على سنجل كور كاني معايا كالكوليتر واحد وقسمت الجمع عليه احنا الاربعه، بس احنا كلنا لازم نجمع على الكالكوليتر ده. فانا باخد الكالكوليتر شويه اجمع عليه، بعد كده تاخد مش فارقه. فاهم قصدي؟ انما البارلل كومبيوتنج هدفه بيرفورمانس لما يبقى عندي كذا كالكوليتر، فانت خد كالكوليتر اشتغل بيه وانا اخد كالكوليتر اشتغل بيه وهكذا. هيتزحموا، بس ممكن يتزحموا مع بقيه البرامج. يعني انت ممكن تقول 4 ثريدز كفايه، بس ممكن يبقى عندك 1000 ثريد تاني على السي بي يو، فانت بتاخد من السي بي يو 4 على 1004. انما ممكن يبقى تقول انا هاخد 8 ثريد، فتبقى انت واخد من السي بي يو 8 على 1008. ده احسن يعني.
لو ايه؟ عادي عادي. ايه؟ انا الاسم ثريدز ده كان ممكن اخليه عمر مثلا، انتجر عمر ايكوال 4، بس هنا كنت هكتب ايه؟ 4 برضه. فالمفروض لو تفتكروا برنت اف، برنت اف كانت بتاخد البين دبل كوتيشنز وتطبعه. تطبع هلو وورلد، بعد كده تيجي على تحت ده تعمل ايه؟ تطبعه برضه، تطبع سبيس بعد وورلد، بعد كده تطبع فروم برسنتج. دي معناها ايه؟ خد اول فاريبل عندك بعد الكوما اللي هو هيكون الاي دي ده، فيشوف الاي دي بتاعك بكام، على حسب انت في انهي ثريد يطبع رقم معين. بعد كده يطبع اوت اوف كام بقى؟ دايما هيطبع 4، لان الثريدز ده جلوبال فاريبل، فهو كلهم شايفين نفس الايه؟ الفاريبل ده. حد مش متخيل اللي بيحصل؟ بالظبط كده. ما ده ابسط مثال عشان نوضح بس يعني ايه هاش بلاك نون بي. بعد كده نشوف بقى ازاي اقسم الشغل. يعني انت هنا مش مقسم شغل صح؟ انت كده عامل ريبليكيشن. تمام. مين اللي هيخليك تعرف تقسم الشغل؟ او ام بي جيت ريد نمبر دي، لانك بتعرف بي انت في انهي واحد. طب لو انا الاولاني اعمل كذا، لو انا الثاني اعمل كذا، بس هنشوف ازاي بقى بنعمل كده بطريقه صايعه مش ايف كونديشنز وكده. بالظبط هنشوف الموضوع ده. باشمهندس بتقول هنا، طب انا ممكن مش عايز اشغل تريدز، مش ممكن يطبع هلو وورلد، هلو وورلد، هلو وورلد فروم ثريد كذا، هلو وورلد فروم ثريد، ممكن يتلخبط في الاكسكيوشن ولا لا؟ ها؟ هل دايما كل ثريد هيطبع هلو وورلد فروم ثريد كذا؟ نبص كده. فاول اكسكيوشن نفذته للبنانا طلع كده. هلو وورلد اول حاجه نلاحظها ايه؟ الاي دي هات 0 1 3 2. فانت دلوقتي ما بتتحكمش في مين بيتنفذ الاول، وبالتالي لازم الكود بتاعك ما يبقاش معتمد على ان في ثريد معتمد على الثاني. الكود بتاعك بينفذ كود اندبندنت هيعرف يعمل بارلايزيشن. تمام. فادي كده سطر 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 سطر، كل واحد بيطبع سطر مختلف عن الثاني. طيب بعد شويه قعدت انفذ البرنامج ده كتير لغايه لما طلع الاوتبوت ده. ايه الاوتبوت الجميل ده بقى؟ عادي طبعا هلو وورلد، بعد كده هلو وورلد، بعد كده فروم ثريد 3 اوت اوف 4، بعد كده فروم ثريد 0 اوت اوف 4، بعد كده هلو وورلد تاني. ايه اللي حصل ده بقى؟ نرجع للكود كده. المفروض ان انت عارف ان الثريد دي عماله بتنترليف، بمعنى ده بيتنفس شويه ده بيتنفس شويه وهكذا. ولو هم على مالتي كور فمش شرط، يعني مش عارف انت مين اللي هيخلص الاول، ممكن ده يجي يأساين كور ده يكون في حد شغال هنا فما يتنفسش، وواحد تاني جه للكور التاني لقى فاضي فتنفذ منه حته، بعد كده جه حد جه برنامج تاني على الكور ده فالبرنامج حب يشغله فوقف ده، فلما ده وقف قبل ما يطبع فروم ثريد كذا واحد تاني اشتغل وخلص شغله كله. تمام. فانت مهم تبقى وانت بتكتب مالتي ثريد ابلكيشن انت عارف ان كلهم شغالين على التوازي، وانت مش عارف مين بيتنفذ امتى، يبقى لازم الكود بتاعك يبقى اندبندنت، ده شغال في حاجه وده شغال في حاجه، مش معتمدين على بعض خالص. تمام. طب سؤال بقى، ليه هلو وورلد نفسها ما اتقسمتش؟ هي هلو وورلد دي انستراكشن واحده؟ لا، هلو وورلد دي فانكشن بتترجم لاسمبلي انستراكشنز كتيره جدا. ايه؟ لا لا، هي برنت اف بتراعي كده. برنت اف اتوميك، برنت اف من جوه بتراعي ان انا لو خلاص مسكت حاجه اطبع فيها محدش يعطلني، انا حاجز الشاشه دي. فهو عنده كام انستراكشن برنت اف؟ 2. كل ما يدخل في واحده يقول لك انا حاجز الكونسول فانا هطبع فيه، حتى لو غيري جه قال انا عايز اطبع، مش انت شغال مالتي كور؟ فالراجل ده بيقول لك اطبع برنت اف هلو وورلد، والتاني برضه بيقول لك اطبع هلو وورلد. ممكن يطبع اتش اتش اي ال صح؟ ممكن يتلخبط في الطباعه. ما بيحصلش كده ليه؟ عشان ده اول ما بيقول انا عايز اطبع بيقول للاو اس ما تخليش حد يطبع، اللي عايز يطبع يجي يقف ورايا، فانا اخلص طباعتي بعد كده هو يخش. تمام. فعشان كده الثريد بيبقى ليه كذا ستيت. ممكن الثريد يبقى اكسكيوتنج، ممكن يبقى ويتنج فور اي او، بمعنى يعني ايه ويتنج فور اي او؟ عايز يطبع بس في حد بيطبع فهو مستنيه يخلص.
دي ستيتمنت نسيت تلاقوا الكلام ده تاخدوه الترم اللي جاي ان شاء الله تمسكوا الكلام ده وتبقوا ايه تحسوا بيه اكتر يعني ما احنا ما حسناش باي حاجه ساعتها تمام. فانت بغض النظر الثريد بتشتغل بترتيب عامل ازاي عندك المفروض البرنامج في الاخر يطلع نفس الاوتبوت اللي انت عايزه تمام. الفانكشن دي مهمه جدا ليه؟ لان انا لو عايز اقول له انا عايز اقسم لو انا عندي برنامج مثلا بيجمع اري مليون اليمنت فعايز اقول للثريد الاولاني جمع اول 250 اليمنت او اول 250000 اليمنت والثاني اعمل كذا والثالث اعمل كذا اعرف الكلام ده ازاي؟ هسال بقى جوه اقول له والله لو انت ثريد رقم 0 اشتغل من 0 250000 لو انت ثريد رقم 1 اشتغل في السكشن الثاني لو انت 2 وهكذا تمام؟ فالثريد اي دي ده هو اللي بيعلم لي انا مين وبالتالي هو مهم جدا في الكود بتاعي تمام؟ طيب حد عنده مشاكل؟ نصر هو بيسجل صح؟ طيب ندخل على مثال تاني. المثال ده سيكونشال كود ما فيهوش اي بارامل عايزين نفهمه كده بالراحه عشان ممكن ناخد فيه وقت شويه. الكود ده بيقول ايه؟ برضو الهاش انكلود اللي فوق خالص دي مالهاش لازمه يعني انا نسيت امسحها بس ده برنامج ما فيهوش اي اوبن ام بي فبالتالي اول سطر ده ملوش لازمه تمام؟ هاش انكلود ستوديو اللي هو بيعمل ايه؟ اس دي اي او ده اللي هو برنت اف. هاش ديفاين لينس 200 مليون ده مين ده؟ ده حاجه اسمها بري بروسيسنج انا كده بقول له ديفاين الاسم اللي اسمه لينس ده بان هو 200 مليون كل ما تشوفه حط 200 مليون. ليه عملت كده؟ عشان انا كاتب لينس كتير فبدل ما اكتب 200 مليون في الاماكن دي ولو احتجت اغيرها اروح عند كل مكان اغيره فبقى ديفاينها فوق واحط الرقم جنبها واكتب الاسم لو عاوز اغير في اللينس اعمل ايه؟ ارجع فوق اغير وكل دول يتغيروا تمام؟ ف انتجر استريك اكس ايكوال نيو انتجر اوف لينس ده دايناميك الوكيشن شفناه المره اللي فاتت بغض النظر هو معناه ايه؟ ده كانك بتديفاين اري ترو لينس. طب ليه ما عملتوش عادي انتجر اكس اوف لينس؟ عشان الاري كبير شويه 200 مليون انتجر ده معناه ايه؟ مليون انتجر معناه 1 ميجا او 4 ميجا 200 مليون بقى اتكلم في 800 ميجا تمام؟ فانا السطر ده بيحجز في ميموري 800 ميجا صح ولا ايه؟ 200 مليون 800 ميجا صح؟ 200 مليون في 4 بايتس يبقى 800 مليون ال 1000 كيلو المليون ميجا 800 مليون 800 ميجا تمام؟ فالسطر ده ما تقدرش تحجزه في الاستاك، الاستاك بيبقى ليه حجم صغير كده حاجات بسيطه يعني احنا قلنا لو انا عملت اي فاريبل عادي بيروح في الاستاك ده كده بيروح في حاجه اسمها الهيب، الهيب السايز بتاعك كبير شويه تمام؟ فانا بس الحته دي مش لهدف اي حاجه غير ان انا عايز اعمل حاجه طويله شويه، عايز اعمل اري كبير عشان لما اجمعه ياخد وقت عشان نحس بالايه؟ فرق السرعه يعني. لو عملت اري في مليون اليمنت وجمعته ولا هيفرق حاجه؟ يعني اوبن ام بي مش اوبن ام بي كلهم يخلصوا ثانيه لان البتاع سريع قوي. ماشي؟ بعد كده في فور لوب بتعمل ايه؟ بتنشلايز الفاريبل بواحد. ليه بقى انشلايزه بواحد؟ عشان ابقى عارف لو انا جمعته ان هو هيتجمع لكام؟ 200 مليون، 200 مليون اليمنت كل واحد فيهم واحد فيبقى مجموعهم 200 مليون. بعد كده بجمع بعمل فاريبل اسمه سم ولو تاخدوا بالكم انا عامل السم ده لونج بحيث ايه؟ يبقى حجمه كبير اعرف اجمع فيه كتير يعني. وعامل دبل تايم ايكوال او ام بي جيت دبليو تايم، ايه اوبن ام بي؟ دايما كل الفانكشنز بتاعت الاوبن ام بي بتبدا بأو ام بي اندرسكور جيت اندرسكور حاجه او او ام بي اندرسكور سيت اندرسكور حاجه تمام؟ ف دبليو تايم دي بتجيب لك عدد الملي سكندز اللي فاتت من معينه في التايم تمام؟ فانا دلوقتي عارف ان انا مثلا في نقطه ما من الزمن عدى 9 مليون ملي سكند تفيدني في ايه؟ تفيدني في ان انا لو عملت الفانكشن دي قبل بلوك وبعد بلوك لو طرحت النتيجتين دولت يجيب لي كام ملي سكند حصلت في الحته دي فاعرف اقيس بيها التايم. هي كتقييمه لوحدها كده ملهاش معنى انا ما اعرفش هو بيقيس التايم من امتى فهي ملهاش اي معنى بالنسبه لي. ايه اللي ليه معنى؟ لو قست التايم دلوقتي وبعد شويه وطرحت الاثنين يقول لي الحته دي خدت وقت قد ايه. ليه بعمل كده؟ لو شغال بيرفورمانس فمحتاج بقى كل ما اظبط البيرفورمانس اقيس التايم اشوف انا زودت البيرفورمانس قد ايه وهل ممكن اكون سوقت البيرفورمانس ولا لا تمام. الناس تركز لان البرنامج ده هنبني عليه كونسبت كتيره هيطول معانا في البرزنتيشن يعني فمحتاجين تبقى فاهمينه
لان هنشرح عليه كونسبتس مهمه جدا. تمام؟ فهنا دخلت قلت سم ايكوال 0 معلش لازمه برضو غلطه مني دي. بعد كده عملت فور لوب تلف على الاري بقى تعمل ايه؟ تجمع في السم اكس اوف اي. فلما الاي ب 0 هجمع اكس اوف 0، اي ب 1 هجمع اكس اوف 1 وهكذا لغايه اكس اوف لينث ماينس 1 اللي هو اخر اليمنت في الاري. ابو هاب صحيح صحيح. يعني المحاضره اللي فاتت جيت نمت، المحاضره دي جيت نمت، انت جاي خلينا افتكر الثقه بنفسي. انا ممل للدرجه دي يعني؟ طيب فهنا بجمع الاري اليمنتس واحد واحد على ايه؟ على الصم ده. بعد كده بطبع الصم واطبع خد وقت قد ايه؟ عايزين بقى نعمل ايه؟ نسرع الدنيا. فندخل الاوبن ام بي. خش يا عم الاوبن ام بي. فنعمل ايه؟ انهي حته محتاجه تتسرع؟ ممكن اسرع الانشاليزيشن صح؟ اكس اوف اي ايكوال 0 دي اخليها تقسمها على الناس، بس انا مش عايز اسرعها. انا عايز اسرع البلوك ده. انا عايز اسرع البلوك بتاع الجمع ده. عايز اجمع الري فسم بلس ايكوال اكس اوف اي، انا كده بجمع الاري ده 1 باي 1 تمام؟ ف حد يقول لي كده ممكن نعمل ايه؟ فكروا فيها كده قبل ما اشوف الكود اللي جاي. ايه؟ عايز اقسم الفور لوب اللي نتعلم عليها دي على ثريدز بحيث بدل ما اجمع في سنجل كور اجمع في مالتي كور. ماشي. هيبقى في ازمه بس عايزين ناخد بالنا منها. ان انا لو جيت عايز اضيف في الفاريبل هضيف في ايه؟ في الصم ده صح؟ هعرف الصم ده جلوبال صح؟ وكله يجمع فيه عشان في الاخر لما اخلص الفريدز يبقى ايه؟ يبقى هو في مجموعه حاجه صح؟ فده الكود اللي هو ايه بيعمل الكلام ده. الكود اللي فوق هو بالظبط. عرفت الاري، عملت انيشاليزيشن للاري بواحد في كل الاليمنتس، عرفت الصم بزيرو، دبل تايم ايكوال او ام بي جيت تايم، بقول له التايم دلوقتي كام عشان اطرحه من التايم بعد ما اخلص البلوك عشان اشوف الوقت قد ايه. وصم ايكوال زيرو دي انهي؟ اللي بعد كده دي الغلطه اللي انا عملتها تمام؟ دي مالهاش لازمه. بعد كده بقى هاش براجما او ام بي بارلل نام ثريدز. قلنا هاش براجما او ام بي بارلل دي ثابته. نام ثريدز اوف 4 دي معناها ايه؟ بقول له اعمل لي اربع ثريدز تمام؟ يبقى كده القوسين اللي جايين دول مين هيحصل فيهم ايه؟ كل ثريد هيشغلهم لوحده. فالثريد رقم 0 هيخش هيقول له انتجر اي دي ايكوال او ام بي جي ثريد نمبر، هيجي له كام؟ 0. هيانيشاليز الاي دي بتاعه ب 0. فهيانيشاليز الاي بتاعت الاندكس على الاري ب 0. بعد كده يلف لغايه لما يوصل لبعد اللينس او لينس، وكل مره يجمع اربعه. ايه اربعه دي؟ عدد الثريدز. فكان ايه اللي بيحصل؟ كان الاري اهو الثريد رقم 0 في اول اتريشن هيعمل سم بلس ايكوال اكس اوف 0 اللي هو ده. بعد كده الاي بتاعته هتزيد 4 فيقول سم بلس ايكوال اكس اوف 4 اللي هو الاليمنت ده. فكانه عمال بيمشي 4 ثريدز. طب هل كده انا ضامن ان كل ثريد بيجمع الاليمنت بتاعته؟ اه، لان الاي دي بتاعهم بيبدا في مكان مختلف، مرة ده بيبدأ هنا والتاني بيبدأ هنا والتالت بيبدأ هنا والرابع بيبدأ هنا. فأنا كأني مقسم البلوك أربعات، كل ثريد بياخد ده بياخد أول واحدة أول واحدة أول واحدة وهكذا، ده بياخد تاني واحدة تاني واحدة وهكذا تمام؟ الناس معايا؟ حد مش فاهم؟ قولي. طب بس بصي البلس إيكوال دي هو كل ثريد الاي دي عرفته فين؟ الاي دي اهو صح؟ الاي دي في السطر اللي قبله. احنا اتفقنا ان اي فاريبل بيتعرف جوه البارلل ده لوكال. يبقى انا كده عندي كام اي دي؟ اربعه. اول ثريد الاي دي بتاعه كام؟ اللي هو المين ثريد 0، ثاني ثريد 1، 2، 3. فكل ثريد هيجي ينفذ الكود ده هيبقى عنده اي دي مختلف. فهي انيشاليز الاي بقيمه مختلفه.
هي الاي جلوبال ولا لوكال؟ لوكال معرفه جوه الثريد، يبقى كل ثريد عنده الاي بتاعته صح؟ فانا كده داخل بقول له لو الاي اقل من اللينس اي بلس ايكوال 4، اي بلس ايكوال 4 هي دي كريتيكال انستراكشن، بقول له ايه؟ اجمع اربعه. انا لو بادئ هنا هبقى هنا. طب لو كنت بادئ هنا هروح الاليمنت اللي بعده. فانا عمال بروح لاماكن مختلفه. ماشي يا جماعه؟ على حسب اصلا في هنا سؤال بيقول هو انا اخري اعمل كام ثريد؟ هو اصلا لوجيكالي لما اكتر عدد الثريدز يكتر عدد يسرع البرنامج؟ لا، ما انا في الاخر شغال عندي اربعه كالكوليترز اللي هم الكورز بتوعي او سته او وات ايفر، فانا في الاخر مهما زودت ثريدز هم يشتغلوا على السته كورز دول. فانا مش شرط كل ما ازود الثريدز كل ما يكون احسن. في معلومه بقى مهمه، نمط ثريدز دي لو حاطط فيها مليون هيعمل ايه؟ هيعمل مليون ثريد؟ مش شرط. نمط ثريدز دي بتريكويست من الاو اس، اقول له والنبي اعمل لي كذا. يعمل ما يعملش بقى على حسب هو عايز يعمل ايه. المفروض انا اسال بعد ما ادخل في الكود، هو انت عملت كام ثريد؟ في فانكشن بتسال على كده. تمام؟ وبالتالي مش معنى ان انا عملت نمط ثريدز اربعه يبقى انا معايا اربعه. بس انا ما دخلتش في التفصيل ده عشان هي تفصيله زياده، وفي في العدد القليل من الثريدز هتشتغل. يعني دايما لو انت عامل 4 ثريدز هتشتغل 4 ثريدز. تمام؟ هنيجي على الحته دي شويه، هنيجي على الحته دي. ما تسبقش الاحداث. في كوميكس كتيره جوه. تمام؟ عند كل نقطه هيبقى في فالناس كلها متفقه ان الكود ده مفهوم. فهم الكود ده مهم جدا يا جماعه، لو مش فاهمينه يعني بقيه المحاضره تبقى ممله جدا. حد عنده مشكله؟ اي مشكله؟ صوت يا جماعه تاني كده؟ لا، الثريدز مش جنب بعض. بيجمع اربعه عشان يتاكد ان كل واحد فيهم خد اليمنتس مختلفه. يعني مثلا اول واحده شغاله ازاي؟ 4 انتجر اي ايكوال 0 اي اقل من 20 مليون اي بلس بلس مش كده؟ اي بلس ايكوال 4 ويشتغل، فيبدا هيعدي على 0 و4 و8 وهكذا. ماشي؟ فهو اشتغل على اي ايليمنت؟ 0 و4 و8 و12 وهكذا. هيبقوا مشتركين في الجامعة، أنا عايز أقسم الجامعة عليهم. الصوت يا جماعة، عايزين نسمع بس، معلش الصوت تاني كده معلش. تحكي التايم اللي فات النقطة معلش. معرفش يعني مثلا أنا عندي كود هنا أهو. ده الكود بتاعي. راح دبليو تايم هنا. حسبت لي الوقت من اللي فات من لما كنت هنا لغايه لما كنت هنا. رحت الفانكشن تاني بعد ما خلصت الكود بتاعي. فهتحسب لي الوقت من هنا لهنا. مين دي؟ معرفش. بس لو طرحت الرقم ده من الرقم ده يديني ايه؟ يديني التايم بتاع الحته دي. تمام؟ صوت يا جماعه، صوت الناس تركز في السؤال والاجابه. تمام. اخرك ايه؟ ما انت بتزودي على الاي 4 بعد كده بتزودي على الاي 4 تاني، يعني كل شويه كل ربع عماله تشتغل. كم واحد يا جماعه متفق على السؤال ده؟ مش فاهم الفور لوب دي ازاي بتقسم الشغل؟ ايه؟ هو هنا السؤال بيقول ليه حطيت كلمه اي دي ما حطيتش زيرو؟ هنا بيقول مش فارقة. الحاج بيقول مش فارقة. هو الفكرة في إيه؟ لو أنا عملت هنا الانتجر، صوت بس يا جماعة عشان نركز، لو عملت انتجر اي ايكوال 0 إيه اللي هيحصل؟ كل الثريدز هيجمعوا نفس الإليمنتس ومش هيجمعوا كل الإليمنتس. تمام؟ فكل الثريدز هتمشي تجمع الإليمنت الأولاني والإليمنت الخامس والإليمنت التاسع وال13 وهكذا. كلمة اي دي بتعمل إيه؟
بتخليهم يجمعوا elements مختلفة. يا جماعة صوت 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 عايزين نسمع السؤال اللي جاي. قول تاني. كده ما انت بتجمع كونستنت. بص يا جماعة لو انا بادئ زيرو وقاعد اجمع اربعات هيبقى كام؟ اربعة ثمانية 12 16 وهكذا صح؟ طب انا بادئ بواحد هيبقى خمسة تسعة اثنين هل في امل ان هم قدام يبقى فيهم حاجات مكرره؟ كم واحد متفق ان دول عمرهم ما يبقى فيهم المس متكرره؟ تمام؟ يبقى انا كده عملت ايه؟ ضمنت ان انا كل ثريد شغال بيجمع المنتس مختلفه. هل انا جمعت كل الالمنتس؟ هل كل الالمنتس اتجمعت ولا ممكن اكون فوتت المنت؟ لا انا عندي اربعه ثريدز وبادئين من اول زيرو لغايه ثلاثه وعمال بجمع اربعات وهم عاملين بياخدوا كل هيقفوا امتى؟ اول ما يعدي اخر الري فكلهم هيجيبوا كل الالمنتس في الري. قول سؤالك يا عم. صوتك يا جدعان صوت صوت. لو انت عندك ايه؟ عادي يعني اشتغل على في الاخر اهو. اه لا لو انت لو انت عندك تو كورز هيعمل فور ثريدز يشتغلوا على اثنين كورز تمام؟ ده ملوش علاقه بالكورز بس انت عندك حق انت المفروض الكود بتاعك يبقى ادابتد على هو هيعمل قد ايه؟ في كام ثريد اوريدي اتعمل مش كام ثريد انا طلبته بس سيبك من التفصيله دي يعني نخلينا في الليفل ده بعد كده لو حد اشتغل بايده يبقى يصلح الكلام ده. صوت يا جماعه صوت يا جماعه اللي هيتكلم تاني يا جماعه هطلعه هنا ويرفع ايده لفوق. كمل. اه بالظبط ممكن حد ممكن حد يحل الموضوع ده بدل الجو اللعبكه اللي انا عملتها دي يقول لك لو انت سيرت رقم 0 اشتغل في ايه؟ من 0 لغايه 250000 لو انت واحد من 250000 لغايه بس هتعمل الكود بقى تقعد تعمل ايه في الكونديشنز وبتاع. لا بس ده ريد الكاش بيبقى فيه مشكله لما ماشي عندك حق ماشي عندك حق قول ما انا بقى بصي بقى ما انا بجمع على بجمع الاكس والواي على ايه؟ على فاريبل اسمه صم السم ده لوكال ولا جلوبال؟ بس خلاص لا هو مش فارق معاه اللي قبلها ايه هو عمال بيجمع الاليمنتس على اللي اتجمع في الاخر فانا ممكن اجمع الاليمنت الاولاني بعد كده اجمع الاليمنت اللي بعديه على طول بعد كده اجمع الاليمنت الخامس بعد كده اجمع الثالث فاهمه؟ ترتيب جمعهم مختلف بس في الاخر في الاخر هيتجمعوا كلهم ولا لا؟ قول سم وتايم واكس دول جلوبال كل الثريدز شايفينهم بغض النظر عن الستاك بقى ولا فليب هم كل الناس شايفاهم انا بظنهم في الستاك بس اللي اتقال في الكورس ان هم في الهيب فغالبا الهاش براجما او ام بي دي لما بتيجي تترجم بتغير اماكن الفاريبلز تمام قول يا جماعه مستمع يا جماعه مستمع ممكن لا عندك الري اهو جمعت ده بعد كده ده بعد كده ده لغايه الاخر جمعت الري ولا لا؟ جمعت طب جمعت ده بعد كده ده بعد كده رجعت لده بعد كده رحت لده بعد كده جيت هنا بس جمعت في الاخر كله انت ضامن ان كلهم هيتنفذوا فكلهم هيجمعوا الانس بتوعهم صح؟ فلو كل واحد جمع الانس بتوعه يبقى كلهم في الاخر جمعوا ايه؟ الري كله معايا ولا مش معايا؟ اللي جنبه لا لا لما واحد يخلص هيخلص نفسه مفيش حد بيخلص الباقيين كل واحد شغال لغايه لما يخلص الكور لوب بتاعه ممكن يا جماعه سؤال ايه صوته جايب عشان الناس تسمعه ماشي
لو ما عملتش 4 في مشكله، بس لو انا قللتها هلعب في كوبا بس ممكن بعدين لما ندخل ده كده حاجه زي كده. قول ماشي يا عم. بقول هي كانت بتقول مش احنا قلنا نوم ثريدز دي بتريكويست عدد ثريدز مش بتعمل عدد ثريدز، فممكن يجي لي ثريدز اقل، ممكن يجي لي اثنين مثلا. فلو انا فيست كود ده تو ثريدز مش هيشتغل صح. صح؟ اه. بس انا مش هحل المشكله دي في الكود ده عشان ما لعبتش الدنيا. بمعنى ماشي. مرتين. هيبقى الكود غلط عادي. بس انا مش يعني فاكس يعني. لو انت امتى بيحصل موضوع ان انت تطلب وما يجيلكش؟ لما تطلب عدد كبير قوي، او لما تكون في حاجه شيرد ريسورس وانت كذا حد شغال بيريكوست عليهم في الديستريبيوت سيستم، حاجه براك خالص يعني، وكل واحد ليه ليميت معين. فاهم؟ فحوار مختلف خالص. مين هنا بيسال؟ لا لا لا، اللي فات الثريد اللي فات كان كل ثريد بيعمل حاجتين، هلو وورلد وفروم ثريد كذا، صح؟ ترتيبهم بس اللي اختلف، بس كلهم نفذوهم في الاخر. يعني انت لو عديتي كان فيها هلو وورلد موجوده هتلاقي اربعه، في كام فروم ثريد هتلاقي اربعه بره، فكلهم اتنفذوا. بس الفكره بس ان انا خلصت هلو وورلد بتاعتي، بعد كده وقفت وحد تاني دخل طبعا هلو وورلد بتاعته. انا مش فاهم كويس معلش. مين لو واحد خلص في انهي كود في ده؟ ماشي. لا هو كل واحد بيدخل ينفذ الكود بتاعه بعد كده يقف. القوس اللي تحت ده بيقول لهم استنوا هنا يا جماعه، ما حدش يتحرك غير لما كله يخلص. لما كله يخلص يبقى انا ضمنت ان كلهم جمعوا الايرم ستار. ده بيسموه حاجه اسمها فاريال كده. يعني كان القوس اللي في الاخر ده بيقول كل الثريدز تقف هنا. بعد كده كمل. على حسب اتوزعوا ازاي، على 4 بولز كلهم شغالين مع نفس الوقت في نفس الوقت. على فكره يا جماعه الكود اللي احنا عملناه ده فيه مشكله كبيره. دي مشاكل. بس انا بضحك عليكم بس قول. كل حاجه. كود زباله يعني. بس سامع كويس. مشكلة. أنا لسه أنا قايل محاضرة على الكلام ده. هنشوف دلوقتي. طبعا. مش مصر بس عموما موجود يعني. بس ممكن حاجات في مصر تشتغل كده. يعني في ناس في مصر شغالين جي بي يو، في ناس شغالين بي جي يو، في كل حاجة. يعني الكلام ده بيحصل في مصر يعني، بس على سكيل قليل، بره وش بيحصل يعني. جدا. انا اشتغلت على اكوان قبل كده، كان شغال بلوجن ميدو لايبرز، جبتها لقيت بص الكود بتاعي طول مش شغال. لا دي حاجه عمليه جدا، اللي انا بقولك انت اصلا المفروض تعود نفسك انك تكتب بيه على طول. ايه الازمه في كتابه الاوبن ام بي بروجرام؟ يعني انت ازمتك في اللي بيحصل ده هو موضوع الديباجنج، انك تديباج كده ثريد شغال مع بعض، تيجي تحط بريك بوينت في اول الفور وفي اخر الفور، فتلاقيه دخل في الاول انت مثلا يجي هنا، بس لما هو جري يشتغل واحد تاني دخل ودخل هنا، فتلاقي نفسك عمال بتنط فوق وتحت ومش عارف تشتغل. فعشان كده دايما بيبقى الهاش براجما او ام بي او الاوبن ام بي عامه في الكود في البرودكشن، بمعنى وانا خلاص بريليز الشغل بتاعي، انما وانا بديفلوب بشتغل ديباجنج عادي سيريال كود لغايه لما اتاكد ان الكود شغال كويس. فلما جينا نشغل بقى الكودين دولت وقفنا التايم، فالتايم بتاع السيمبل فيرجن اللي هو السيكونشال خد نص ثانيه، وطبع الصم 200 مليون. البرنامج الثاني اللي هو الاوبن ام بي الاسرع خد ضعف الوقت وشغال على 4 كورز والراجل مظبط حاله وجمع غلط. تمام؟ ففي مشكلتين حصلوا في الكود اللي فات عايزين نفهمهم. اول حاجه ليه في سم ديفرنسز؟ ليه المجموعه غلط؟ يعني ما تخرجش، ما احنا لسه اقنعنا نفسنا بالعافيه ان في الاخر الفورس ريدز هيجمعوا الاليمنتس كلها وهيجمعوا بعض، فالمفروض الدنيا تمشي كويس. والرقم غريب يعني، يعني مثلا لو كان 500,000 فاقول مثلا في تو ثريدز كسلوا يشتغلوا، بس كده مش في حاجه غريبه يعني. تمام؟
فاللي حصل خلى الجمع يحصل في مشكله حاجه اسمها ريس كونديشن، واللي حصل خلى التايم يبقى بطيء موضوع الكاش وحوارات الكاش والكاش لاينز اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده. تمام، فناخد مشكله مشكله نبص نفهمها اكتر ونحلها. تمام، كله تمام كده لغايه دلوقتي؟ المفروض انتم مش فاهمين المشكله في ايه، حاول نفهم. انا هقول لكم. تمام، اول حاجه موضوع الريسك كونديشن ده، لو انت عايز تعمل انكريمنت الريسك كونديشن كانت مشكلته في ايه؟ سم بلس ايكوال اكس اوف اي. انا عندي جلوبال فاريبل اسمه سم بجمع عليه اكس اوف اي. لو السيناريو الجميل ده، لو السيناريو الجميل، لا معلش المفروض النورمال كيس دي هنا واللوكي كيس دي هنا، يعني في عكس في البيجنس. لو السيناريو الجميل ده اشتغل انا مبسوط. ايه السيناريو ده؟ ان السيناريو الاولاني بيجيب قيمه السم يجمع عليها الاليمنت يستور السم. سم بلس ايكوال اكس اوف اي ده مش سنجل انستراكشن، ترجم لاسمبلي للود واد وستور، صح؟ صح ولا ايه؟ اكس اوف اي بلس ايكوال واحد دي بجيب الاكس اوف اي من الاول من الميموري واجمع عليها واحد في انستراكشن ثانيه واقول له سجلها في ميموري في مكان جديد، صح؟ او في نفس مكانها. فدول 3 انستراكشنز. الثريد ممكن يقف في اي حته فيهم، يعني ممكن يقف والثريد الثاني يشتغل مكانه في اي مكان. فلو انا حظي ان الثريد الاولاني لما جاب الفاليو بتاعت الصم وجمع عليها واحد وحطها تاني ما كانش فيه ثريد شغال على التوازي، فالثريد الثاني لما جه يشتغل جاب قيمه الصم الجديده اللي هي بواحد، جمع عليها واحد بقت باثنين وعمل لها ستور بقت باثنين. لو انا حصل لي الكيس دي بقى، تو ثريد شغالين جمع كور كده وعايزين يجمعوا واحد على الصم، فده جاب الصم بكام؟ بزيرو، وده جاب قيمه الصم بزيرو. ده جمع عليها واحد وده جمع عليها واحد عنده في الكاش عنده. ده عمل لها ستور بواحد وده عمل لها ستور بواحد. فكده ايه اللي حصل؟ انا المفروض جمعت على الصم اثنين، بس اللي حصل ان انا جمعت ايه؟ واحد. هنشوف هنشوف كل حاجه هنشوفها. فالمشكله في موضوع الفاليبل ما اعرفش ان هو يبقى لوكال، ازاي هتباصي الكلام للجلوبال؟ هتجمع على الجلوبال في الاخر برضه. هنشوف هنشوف حلول الكلام ده كله. تاني تاني دلوقتي الانستراكشن الجميله دي، الانستراكشن دي سم ده ايه؟ جلوبال صح؟ اي الاي الاي لوكال، فعمال بجمع فيها كل ثريد مع نفسه، كل واحد عنده الاي بتاعته، فمفيش اي مشاكل. انا مشكلتي الاساسيه في الجلوبال الشيرنج بتاع الجلوبال فاريبلز ما بين الثريدز، كل الثريدز عماله بتعدل في نفس الفاريبل. مش احنا بنقول ان هم بيعدلوا على التوازي؟ مش ممكن ده يقول لك حط فيه ثلاثه وده يقول لك حط فيه ثلاثه؟ هيأوفر رايتوا على بعض. فالمشكله بتحصل في ايه؟ لما اعمل سم بلس ايكوال اي، سم بلس ايكوال اكس اوف اي، السطر ده بيجيب السم من الميموري كانه بيقول ايه؟ سم ايكوال سم بلس اكس اوف اي. فالمشكلة في ايه؟ ان انا ممكن اجيب السم من الميموري. بصوا على الكيس دي كده، الثريد الاولاني عايز يعمل سم بلس ايكوال اكس اوف اي، والثريد الثاني عايز يعمل سم بلس ايكوال اكس اوف اي، فعمل ريدنج للفاليو فطلع بزيرو، السم كان بزيرو، والثاني برضه عمل ريدنج للفاليو فالسم كان بزيرو. بعد كده الثريد الاولاني جمع عليها اكس اوف اي اللي هو بواحد، فجمع على الزيرو ده واحد وحطها فين؟ في الريجستر صح؟ في الكور الاولاني، مش هو بيعمل اد ويحط في الريجستر صح؟ كنا بنعمل اد دولار ساين اسم الريجستر اسم صح؟ فدي الانستراكشن اللي ده بينفذها دلوقتي. والتاني على التوازي عمل ايه؟ برضه نفذ نفس الانستراكشن، جمع الصم بتاعته اللي هي بزيرو واحد. فالاثنين بقى عايزين يسجلوا الفاليو في الميموري، بس انهي ميموري؟ الجلوبال اللي فيها الصم اللي كل الناس شايفاه. فده جه حط صم بواحد وده جه حط صم بواحد، كان المفروض ايه اللي يحصل؟ المفروض الاحترام يقول ايه؟ ان الثريد الاولاني لما انا مخد قرا الصم محدش يقراه غير لما هو يرايت، صح؟ بس الكورز مش عارفه، يعني هم كل كور شغال مع نفسه فمش واخدين بالهم من اللي بيحصل. ده خد الصم هنا وده خد الصم هنا، فجمع على ده ونجينا عاملين ستوري. فدي مشكله اسمها ريس كونديشن. ايه الريس كونديشن دي؟ انك لما الثريدز تبقى سكيدولد بشكل مختلف بيتنفذوا بطريقه مختلفه، البرنامج بتاعك الاوتبوت بتاعك مختلف. تاني كده
لو انا جيت شغلت البرنامج كذا مره، فمره اشغل الثريد ده الاول، بعد كده اشغل الثريد ده على التوازي معايا، بعد كده اشغل الثريد الثالث بعديهم، والمره اللي بعدها عمل ترتيب مختلف، تلاقي البرنامج بتاعك طلع برنامج نتيجه مختلفه. المفروض نعرف ان انا لو شغلت البرنامج ده كذا مره كل مره هيجيب لي صم مختلف، بس الصم ده انا ضامن ان هو اصغر من الصم التوتال، لان هو في حاجات عمال بيكنسلها في الصم، يجمع ستة بعد كده يجمع خمسة، يجي الصور الستة يوم جاي يعمل اوفر رايت على الستة، يحط الخمسة بدل ما يجمع 11. تمام؟ فدي مشكلة. دي مشكلة نرجع لايه بقى؟ ان الهاردوير بدا يقول لك فاكس بقى، اتصرف انت. فاحنا مضطرين نتعلم بقى هو بيعمل ايه وبيحصل فيه ايه عشان نعرف نعالج الكلام ده على السوفت وير ليفل. تمام؟ فهنعالج مشكلة الريس كونديشن الاول. يا ترى حل الريس كونديشن ايه يا جماعة؟ فالراجل ده كان قال نشتغل لوكال يا جماعه، نعمل لوكال فاريبل اسمه صم نجمع فيه، بدل ما كل واحد عمال بيجمع في جلوبال يبقى كل واحد ايه معاه الفاريبل بتاعته شغال فيه. بس الازمه ايه في الحل ده؟ ازاي هبص انا في اخر ستريبت، يعني لو عملت دي، لو انا واقف هنا في الهاش بلاجما دي وبدل ما اعمل الصم بره عملت جوه هنا فاريبل اسمه صم لوكال صم وعمال بجمع فيه، حليت مشكله الريس كونديشن ولا لا؟ خلاص بقى في فور فاريبلز مفيش حد عمال بيرايت في نفس المكان، صح كده؟ الازمه في ايه؟ هباصي ازاي بقى الكلام ده بره؟ مش المفروض لما كل ثريد بيخلص كل حاجته بتروح؟ فدي ازمه. في حد تاني قال حاجه تانيه، قال لك انا هعمل بدل ما اعمل جلوبال فاريبل واحد هعمل اربعه جلوبال فاريبلز، تمام؟ قال لك هعمل صم 1 صم 2 صم 3 صم 4 وهكذا، او اري ممكن اعمل اري. اري فيه كام اليمنت؟ اربعه. لو انا الاي دي بتاعي زيرو اجمع فين؟ في الاليمنت رقم زيرو. لو انا واحد يبقى انا كده ايه بكتب في اماكن مختلفه، صح كده؟ هنشوف الحل ده. فالحل ده هو عملناه الاري تريك، الا وهي ايه؟ عملت اري، ده اول جزء من الكود يا جماعه، في سلايد ثاني نفس الكود اللي فات بس لو شويه حاجات. عملت اري جلوبال اربعه اليمنتس، تمام؟ وخليته كله صفار، ماشي؟ ونفس الكلام عملت انيشاليزنج للاري، الاري الكبير اللي هو اكس اوف اي اكس. بعد كده عملت جلوبال فاريبل اسمه سم مالتي ثريدد، ده اللي هو بره خالص لسه هشوف اجمع فيه ازاي. ودخلت بقى هاش براجما او ام بي بارلل نعم ثريدز اربعه، نفس الستايل بتاع كل مره. دخلت جبت الاي دي بتاعي عشان اعرف انا مين، ودخلت نفس الفور لوب بتاعت الاي ايكوال اي دي، كل مره اجمع اربعه لغايه اللينس بتاعك، وكل مره اجمع على الصم اوف اي دي. هي دي الاختلاف بقى. عملنا هنا ايه بقى؟ كل ثريد بيكتب في مكان مختلف في الاري، بدل ما كانوا كلهم بيجمعوا في نفس المكان اللي هو الصم فيحصل مشكله في الكونفليكس، بقى كل واحد ايه بيجمع على مكان مختلف في الاريه، وبالتالي بقى عندي بدل ما هي سم بلس ايكوال بقت سم اوف زيرو بلس ايكوال، سم اوف زيرو بلس ايكوال، فالحاجات دي عماله بتتجمع، اللي هو لو انا ثريد رقم زيرو عمال بجمع زيرو وخمسه وهكذا، فين؟ في اول مكان في السم اريه. طب انا ثريد رقم واحد بجمع الاليمنت الثاني والسادس وهكذا وانا ماشي لغايه الاخر، بس هجمعهم فين؟ هنا. وبالتالي لو رجعنا للمشكله اللي فاتت اللي كانت عامله لنا ازمه كبيره اللي هي دي، ده كده بيجيب ان فاليو اللي على الشمال ده بيجيب اكس اوف زيرو وبينكريمنت اكس اوف زيرو وبيستور في اكس اوف زيرو، والتاني اللي جنبه اكس اوف 1 وبيقاد اكس اوف 1 وبيستور اكس اوف 1، فما بقاش في مشكله. تمام؟ ماشي يا جماعه؟ والسنجل ثريد كده كده ماشي سيكونس، ماشي ان سيكونس، عمال بينفذ ان سيكونس، فعمره ما هيأذي نفسه، هو شغال ماشي رقم 0 بعد كده رقم 4 بعد كده رقم 8، هو ماشي عادي زي الطبيعي بتاعنا. الناس فاهمه ولا لا؟ تمام؟ وبعد ما خلصت بقى البارل ريجن وكل ثريد راح لحاله، ايه اللي متبقي معايا؟ الاري اللي فيه 4 اليمنتس اللي فيه الصم بتاع كل اري لوحده، والجلوبال فاريبل اسمه سم مالتي ثريد اللي هو بزيرو دلوقتي. فلفيت عليهم وجمعتهم. في ازمه كده؟ انا كده شغال في المين سنجل ثريد.
فانا كده حليت المشكله تمام. بعد كده طبعت الصم بتاعي بكام والتايم اللي خدته قد ايه. نبص على الاوتبوت بقى. فدلوقتي لما شغلنا البرنامجين دولت مشكله المجموع اتحلت، بقى البرنامج التاني شغال زي الفل وبيجمع صح بس لسه ابطا. البطء بقى جاي منين؟ البطء جاي من حاجه اسمها الفورس شيرنج. عشان نفهمها هنبص على الكلام ده. الراجل اللي اسمه ريو في صم ده كل مره كور من الكورز عمال بيستدعيه عشان يزود على حته منه حاجه. لو يعني انا قلت انا الكور في الكور الاولاني انا استدعيت رقم زيرو، فانا بجمع على انهي اليمنت في الصم؟ صمه في زيرو. فانا قلت له هات لي صمه في زيرو جمع عليه الاليمنت وستوره صح؟ لما بعمل كده بيعمل ايه؟ ده الصم اهو ميموري اهي الصم الاريه في صم اهو موجود اهو. ففي الكور رقم زيرو خدت الصم في زيرو اللي هو الازرق ده خدته عندي عشان اكتب فيه. والسكور الثاني خد الاحمر ده اللي هو الثريد رقم 3 مثلا عشان يكتب فيه. طب ما كله زي الفل، هو ايه المشكله برضه؟ المشكله في موضوع الكاش ده بقى. ان انا لما بجيب سم اوف زيرو زي ما قلنا المره اللي فاتت عندي بنقله من الميموري اللي هي بطيئه لفين؟ للكاش اللي هي سريعه عشان اعرف اجيبه بسرعه. فلما بعمل كده قلنا قبل كده ان هو بيستذكى. ما دام راح لمكان بعيد يجيب كل حاجه معاه بقى عشان ما يروحلوش تاني. فبيجيب الاليمنت واللي بعده. فهيجيب السم اري كله عنده في الكاش. ونفس الكلام الراجل التاني هيجيب السم اري كله عنده في الكاش. تمام؟ الاري الثريد الاولاني هيعدل في الاس في سم اوف زيرو. اول ما يعدل بقى هتاخده في السي او السنه دي ان شاء الله في الترم ده. معلومات مهمه جدا على موضوع الكاش ده. بيعمل بروتوكول معين، يقول لك مش الناس عماله بتاخد الكاش زي ما هي عايزاه، اول ما اعدل في كاش لازم اقول لكل الناس لكل الكورز انا عدلت. بيعمل حاجه اسمها انفاليديت، بمعنى ان هو يقول البتاع ده بقى مختلف عن اللي كان موجود في الميموري. فيقول لكل الناس يا جدعان الكاش اللي معاكم بايظه. فلما السكور الثاني اللي هو ده يجي يقرا من الكاش دي من نفس الكاش لاين اللي كان فيه سم اوف زيرو يقول له خلي بالك الكاش دي بايظه. فقام جاي راميها ويعمل ايه؟ يقول للاولاني طب قضيتها في الميموري، فيروح يوديها في الميموري. بعد كده الكور الثاني يروح يجيبها من الميموري عنده. فده يعمل ايه؟ يبطئ. هيخلي فيه ترانسفير للكاش لاينز كتير ما بين الكاش والكورز. صح كده يا جماعه؟ تاني دلوقتي انت في الميموري هنا ده الصم اري. الصم اري الاري عامه بيتحط ورا بعض في الميموري تمام؟ فكل ما تريتريف اي اليمنت من الاري طبيعي ان هو بيجي معاه اللي جنبه. ده حاجه اسمها عشان الطبيعي بتاعك انك بتاندكس اي حاجه في الميموري ورا بعض. فهم استاذكو قال لك لما اجيب حاجه من الميموري اجيب اللي جنبها عشان ممكن احتاجها بعد شويه. تمام؟ فهو لما بيأكسس سم اوف زيرو بيجيب سم اوف زيرو سم اوف 1 وسم اوف 2 عنده في الايه؟ في الكاش. يخزنها عنده عشان لو احتاجها او هيعدل عليها وهكذا. فهو هيعدل على سم اوف زيرو بس. واحد تاني على جنب اللي هو ده عمل ايه؟ خد سم اوف 1 او سم اوف 2 فخد الكاش برده عنده اللي هو فيه سم اوف زيرو وسم اوف 1 وهكذا. فجي لما جه يعدل على سم اوف 1 يعني مثلا كانت هنا كلهم بصفار. راحوا هنا بقت صفار كلها. فده قام جاي عدل على الاول ايمن بقى بواحد. قبل ما ده يعدل عليه بقى بواحد ده خده هناك. فبقى عندك الصم هناك كله صفار، الصم هنا كله صفار، الصم هنا كله صفار. صح؟ ايه الازمه في ايه؟ ان لو الكور الاولاني ده عدل في الاليمنت رقم صم اوف زيرو والكور الثاني عدل في صم اوف 1. لما بييجوا يعدلوا في الميموري بيعملوا ايه؟ بياخدوا الكاش لاين ده كده يحطوه هنا. فده هيجي يحط ايه؟ الكاش لاين زي ما هو هنا فيحط ده بواحد وباقي بصفار. ده يجي يحط اللي عنده هنا فيحط الثاني بواحد والباقي بصفار. فدي ازمه ليه؟ لان هو هيأوفر رايت على القديم. فازاي يحل المشكله دي؟ ان كل واحد يعدل في الكاش لاين بتاعه يقول الباقي. تمام؟ فلما ده يعدل عنده ايه اللي يحصل؟ خلى اول ايلمنت بواحد يقول الباقي خلي بالك يا جماعه انا معايا اخر فيرجن من الكاش لاين ده. فلما التاني يجي يريكويست الكاش لاين ده يعمل ايه؟ يعرف ان هو مش ابديتد فيقوم جاي راميه.
فيجي في الميموري بنلاقيها برده مش موجوده مش حديثه، فيطلب من الكور ده ان هو ينقل تحديثاته هنا فينقلها، فده ياخدها ويشتغل عليها. الترانسفير ما بين الكاش والميموري بياخد وقت، الميموري بعيده، وبالتالي لما الكود بتاعي بقى في اريز، الصم بقى في اريز، كل ما ده عمال ياخد صم فياخد الكاش عنده، فيجي الثاني يعدل يقول لك خلي بالك ده ما عدل، فارجع لورا وهدأ، فاهم؟ فعمال بنقل الكاش لاين ما بين الثريدز والكورز كتير قوي، فده خلى البرنامج بتاعي يبطأ مع انه المفروض يبقى اسرع. المشكله مش في انا بقرا منين في الاري، المشكله فانا بكتب التجميع بتاعي فين، عشان انا بكتب في صم اري اربع اليمنتس، فهو حته صغيره قوي في الميموري، فكل ما اجي اكتب فيه يقوم جاي واخده عنده في الكاش، او كل ما اجي اقراه عشان اعدل عليه اخده عندي في الكاش. معلش يا جماعه بس كام واحد فاهم بنسبه اكبر من 50%؟ تمام. هو نفس المشكله، كان نفسه هو صم عمال باخد صم عندي وصم عنده وصم عند التالت، فانا عدت الصم يقول الباقي خلي بالك الصم اللي عندك مش صح. بلس المشكله دي بقى موضوع ان لو انا بعدت الصم في نفس الوقت. هو ده مشكله الريدنج زي ما انت قلت، عشان كده قلنا عشان كده الراجل ده قال ايه؟ لو قسمنا الري بلوكات يبقى احسن ما اقسمه سلايسز. بتعملوا لوكال فاريبل؟ قصدي فاريبلز صم 1 وصم 2 هيتحطوا برضه جنب بعض. عشوائية بس جنب بعض غالبا. حطوا في الاستاك جنب بعض. يا جماعة هنا في حد بيقول لي طب ما كنت عارف لوكال فاريبلز، عارف صم 1 وصم 2 وصم 3 تحل مشكلة الري دي. برضه هيبقوا جنب بعض. يعني أنا في الآخر في نفس البرنامج فعرفت لوكال فاريبلز، ليه أعرفهم بعيد عن بعض؟ ما أعرفهم جنب بعض على طول. سؤالك. ماشي. الجلوبال فاريبلز برضه هيبقوا قريبين من بعض في الميموري. تمام كده يا جماعه؟ حد عنده مشاكل؟ قول لي. في سؤال هنا بتقول بقى ايه؟ طب ما نالوكيتهم في اماكن بعيده عن بعض. هل ده حل؟ ازاي نالوكيتهم في اماكن بعيده عن بعض؟ تعالوا بقى نشوف بقى. فعشان موضوع الكاش ده بيأثر في البرفورمانس بشكل رهيب، موضوع فول شيرنج ده أكتر حاجة بتخلي البارلل بروجرام تبقى أبطأ من السيريال بروجرام أو مش بتسكيل. يعني مش بتسكيل؟ المفروض لو أنا بنفذ برنامجي في دقيقة لما يبقى 2 ثريدز يعمل إيه؟ 30 ثانية، 4 ثريدز، 15، 8 ثريدز وهكذا. ده بيسموها لينير سكيلابيلتي، بمعنى إن أنا كل ما أزود عدد الثريدز البرنامج سرعته تتضاعف بنفس التأثير اللي عملته. طبعًا ده ثيوريتيكال بس. رياليستيك ما بيحصلش ليه؟ عشان انا بكريت ثريدز وبكلم الثريدز مع بعض، ففي اوفر هيد بيحصل نتيجه المالتي ثريدنج، بس انا المفروض اقرب يعني ما ابقاش ابطا، صح؟ ماشي وغير واحد بس. تمام. ليه لازم برجع اتاكد كل اللي انا خدته تاني ما بركبش التغيير بس؟ ده جميل الحوار ده، معرفش في الميكانيزم الميموري معرفش، بس ده اللي بيحصل. انا مش ما حضرتش في الكلام ده يعني. هو ممكن يكون مش كده. ممكن يكون انا لما اجي اكتب في مكان بقول للباقي ان انا كتبت عشان انا مش عارف هما هيكتبوا فيه ولا لا. هو ممكن هو يبقى عايز يغير في نفس المكان برضه، فانا عايز اقول له انا غيرت فيه. بحيث هو لو عايز يغير فيه يغير على التغيير بتاعي. فممكن ده السبب اللي خلاني اضطر ابلغ الناس وابديت نفسي وكده يعني. لا فهمتك انت، اجاوبك على في الكلام ده على النت ممكن ان شاء الله. ممكن ابقى انزل لكم الاجابه على النت. حد عنده سؤال؟ قول. تمام يا نشوف. فهو السؤال بقى نحل الفول سيرنج ازاي؟ ازاي يا جماعه؟ ها حيرتنا معاك يا عم فلسطين. طيب في اول حل الراجل ده قاله، قال لك ايه؟ قال لك انا هعمل 2 دي اري،
يعني هو قال الحل وانا بترجمه للحل براكتيكال بقى. انتوا دي الري ده اعمل الري الروز بتاعته بعدد الثريدز والكولومز بحجم الكاش. خد يا عم الكاش اللي انت عايزه والله الكاش بتاعتك ميجا اعمل لك ميجا بالعرض. اول ما تاخد العلم ده العرض فيه خد الميجا دي مالهاش لازمه. تمام؟ مين مش فاهم؟ تمام. فانا دلوقتي انا كان ازمتي ازمتي كانت ان انا لما اجي اعدل في ده باخد اللي جنبه صح؟ انتوا متفقين ولا ايه؟ ده الازمه صح؟ الازمه انا لما اجي اعدل في ده هاخد دولت فاقعد بقى سينكرونايز واقول له انا عدلت وتعالى خد مني والجو ده. فالحل بتاعها كان ايه؟ ان انا اعمل اريه طويل كل ثريد يعدل في حته صغيره منه يعني واحد يعدل في الاول واحد يعدل في الاخر فلما ده ياخد اللي جنبه هياخد اليمنتس ما بتعملش معاه اصلا ولما ده ياخد اللي جنبه هياخد اليمنتس ده ما بيتعملش معاه. فازاي اعمل اري طويل؟ قال لك اعمله كده. كده مثلا ده اعمل ازاي ده؟ ده اري اربع صفوف و2000 عمود صح؟ بيتحط ازاي في ميموري؟ بيتحط بالطريقه دي. اول اليمنت في اول صف، ثاني اليمنت في اول صف وهكذا. فانا ضامن ان ده وده بعيد عن بعض بقد ايه؟ ب 2000 انتجر. تمام؟ فانا متاكد ان هم عمرهم ما هيروحوا مع بعض في نفس الكاش لاين، يعني عمر ما هيبقى رايح يجيب ثم اللي هي دي يقول ما اجيب دي معايا، لا مش هيشوفها خالص، هو اخره هيجيب دول فيعدل فيهم براحتهم ويرجع يحط. بس انا كده عملت ايه؟ حجزت مكان كبير في الميموري على الفاضي صح كده؟ بلس حجم الكاش لاين قد ايه؟ الحجم اللي انا احطه هنا ده احطه قد ايه؟ مش عارف اسال الكاش. فتبدا بقى تبص في السي بي يو عندك هو انت الكاش بتاعتك قد ايه؟ كذا تقوم جاي عاملها. تيجي تاخد الكود بتاعك توديه في حته ثانيه الكاش مختلف فتلاقي الكود بتاعك ما بقاش ايه؟ ما بقاش بورتبل. كل ما تيجي تحط الكود بتاعك في حته تعدل ال 2 دي اري ده عشان يظبط نفسه. كام واحد فاهم ان المشكله دي حلت الفولس شيرنج؟ اللي مش فاهم مش فاهم ليه؟ ايه؟ طب ماشي هو ده شايف ان هي ما حلتهاش. عمر عندك سؤال؟ بس كده موضوع الكاش لاين اللي هم فيهم نفس الصم اوف زيرو صم اوف 1 وكده ما بقوش مع بعض في نفس. هنا كانت المشكله في ايه؟ ان صم اوف زيرو اهي وصم اوف 1 اهي فلما الكاش الاولاني بياخدها كلها بياخد كلها فيقعد يباصي الكاش لاين ده في الباقي عشان الناس تعرف ايه اللي حصل. دلوقتي بقت الصم اوف زيرو هنا والصم اوف 1 هنا بس فلما الاول كور بياخد صم اوف زيرو عشان يعدل فيه بيخش معاه صامو فون فلما بيعدل فيه الباقي ما بيحتاجش يقضي نفسه. تمام؟ فبقى كل واحد عمال بيعدل بسرعه مفيش فرق مش فارق معاه ان هو يقول للباقي خلي بالك فده اتغير لان كل كور بيبقى مهتم باللي جابه في الكاش مش مهتم باللي موجودين في الكاش عامه. في سؤال بقى مين سؤال كان هنا؟ انت بتوشوشني ليه طيب؟ مش سامع. نحلها ببوينترز؟ لا ما نحلهاش ببوينترز. سؤال تاني. الكاش محتاج عشان الصم عشان ينزل قليل الاريه فيها وحاجه تمام. ايه الكاش كلها؟ انا هنا في الميموري مش في الكاش. الكاش لما يجي يحط صاروخ بياخد معاه حته صغيره جدا على قده. مش 2000 اصلا ده 16 كفايه. يعني هو الكاش لما يجي ياخد ده بياخد حاجه 64 بايت. تمام ما ياخدش ميجا ولا حاجه. الكاش اصلا بحجمه صغير جدا. قول سؤالك. بيت واحده هو اكشولي مش 2000 هو دي 16
طب ما انا لو عملت مثلا عندي اربع الفكره بس ان انا هنا قايل 16 صح؟ افرض واحد على جهاز الكاش بتاعته كبيره شويه بياخد كاش لاين كبير. ساعتها لما اجي اخد سام زيرو عنده هياخد معاه سام 1. طب ما انا ممكن انا احسبها لاكبر كاش فانا كده بستغل مساحه على الفاضي. قول. على حسب بقى في الطبيعي ان الميموري جلوبال. بيبقى بعد كده كل كور ليه كذا ليفل اوف كاش. كل كور لازم يديه كاش لوحده. تمام؟ بس في ساعات بيبقى في كاشات جلوبال لكله. معايا ولا مش فاهم ولا ايه؟ احنا قلنا ليه لو كل كاش لوحده في مشكله؟ المشكله في ان انا لما ابقى معايا الاليمنتس اللي انا بعدل فيها واللي غيري بيعدل فيها كل ما اعدل عندي لازم اقول له. دي المشكله، حلناها ازاي؟ بعدناهم عن بعض بحيث لما انا اجي اخد واحد عايز اعدل فيه الثاني ما اخدوش معايا فحل المشكله. ايه بيعك؟ صوت يا جماعه نسمع يا جماعه نسمع 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 او ننام يعني ريح عشان تركز في اللي جاي او الكلام ده غريب قوي. ماشي. ياخد يعني ايه؟ بص انا كل مره لما اقول صم وزيرو بلس ايكوال حاجه اروح على ده مش هقول صم وزيرو هقول صم وزيرو وزيرو اللي هو اول عمود واول صف هيبقى ايه الراجل هو الحته دولت عنده في الكاش يعدل في ده ويرايت باك مش فارق معايا لما اجي اخد ده هاخد دولت في الكاش عن الثاني لو خد ده وده مش هياخد دول خالص هو اصلا عامل الري ده عشان هو مهتم بالاربعه دول بس بيجمع المالتيبلز اوف زيروز او المالتيبلز اوف فور في ده والمالتيبلز اوف اللي هو المجموع واحد زائد اربعه بيجمعه في ده واثنين زائد اربعه ايه؟ بالظبط هو مهتم بده ده عامله منين ده اسمه بادنج ايه البادنج ده؟ عشان يبعد ده عنك تمام؟ ايه؟ احنا عندنا تو اريز، اري بجمعه واري بستور فيه النتيجه. ده الاري اللي بجمع فيه. الاري اللي بجمع منه لسه زي ما هو 50 مليون 200 مليون. لا لا المشكله بتحصل في الرايتنج لما اجي اعدل في سام اوف زيرو وسام اوف 1 وهما في كاشز مختلفه بيحصل مشكله. موضوع الريدنج ده مختلف. موضوع الريدنج لما انا كنت بقول لك لف على الاري جمعه فانت لما تقعد تمشي كولوم كولوم انت بتقعد كل شويه تعمل كاش ميس ده مشكله ثانيه خالص. انك انت كل مره بتتحرك ما بتلاقيش اللي انت عايزه في الكاش فبتودي اللي عندك في الكاش في الميموري وتجيب الجديد بعد كده تحتاج اللي انت وديته فتجيبه ثاني فتقعد تترانسفير كده فتبطأ. مش دي مشكله ثانيه بس هي لسه ستيل موجوده يعني ده المفروض يبقى بالك وانت شغال يعني. ماشي يا جماعه احنا كده خلصنا التو مين كونسبتس عايزين نوصلهم في الاوبن ام بي. هنبدا بقى نشوف ده كلام عن الموضوع الفورس شيرنج ايه؟ اه ده اول حل لموضوع البادنج ده اللي هو ايه؟ اللي هو حط زود على اليمين تمام؟ وفي حاله البادنج انا بحجز زياده ده رقم واحد الكاش سايز ديبندنت على انا هشتغل على ايه؟ وبالتالي انا محتاج اغير ال 16 على جنب دي كل لما اروح على جهاز جديد تمام؟ فاحنا محتاجين حل تاني. ايه الحل التاني بقى؟ ايه؟ لا ما تتحكمش انت في الكلام ده السي بي يو الاو اس هو اللي بيتحكم في الكلام ده كله، هو المسؤول عشان هو اللي شايف الباقي. انت كبروجرامر مش شايف اللي بيحصل، هو اللي شايف كل حاجه، فهو اللي بيبقى عنده الكنترول يعني. ممكن تطلب منه بس ممكن ما يعرفش، فاهم؟
قبل ما نحل الحل الثاني نفتكر المنظر ده. كل ثريد من الثريدز ليه ستاك صح؟ عايزين نستغل الفكره دي بقى. الستاك ده ممكن يعمل ايه؟ يعمل عنده بقى التجميع عنده بقى، ولا اقول له تقول لي بقى فورس شيرنج بقى ولا جنب بعض، ولا كل واحد الستاك عنده في حته عيش فيها، وما يحصلش بقى موضوع الكاش، مشكله الكاش دي خالص. تمام؟ هنشوف ازاي ايه؟ هنشوف الحل. هو الفكره كلها ان انت عارف بس ان كل ثريد ليه اللوكال فاليو ستور. اللوكال فاليو بتاع كل ثريد موجودين في مكان مختلف عن الثاني خالص. وبالتالي لو انا بقرا لوكال فاليو من هنا ولوكال فاليو من هنا مش هيحصل موضوع الكاش انكونسستنسي ده. تمام؟ هنحل الموضوع ازاي؟ احنا قلنا الكلام ده على فكره، قلنا الازمه في الموضوع ايه؟ لو تفتكروا لما كنا باصين على الكود ده قلنا احنا ممكن نعرف هنا السم لوكال صح؟ بس كانت الازمه في ايه؟ طلعها بره ازاي صح؟ ممكن نستفيد من الحلين اللي فاتوا صح؟ اللي هو بتوع الفول شيرنج والطبيعي. ممكن اعمل لوكال سم اجمع فيه صح؟ ممكن اقول له هنا لوكال سم جمع فيه الاكس اوف اي بتوعك، فانا كده شغال اسرع ما يمكن ولا مش اسرع ما يمكن؟ لوكال فاريبل، فانا شغال اسرع حاجه عندي، مش ماليش دعوه بالباقيين خالص. ولما اخلص الفور لوب دي اعمل ايه؟ ابديت الجلوبال اري، انا كنت عامل اري، فبدل ما ابديت الجلوبال اري ده في كل مره في فور لوب فابطا كل شويه واقعد باصي وكده وابديته مره واحده بس ايه؟ في الاخر. فالفول شيرنج لو حصل لما كان بيحصل زمان لما كنا عاملين كده مليون مره، لما البتاع خرج بره بقى بيحصل قد ايه؟ مره، مش مشكله يعني. فده حل بس مش ده البيرفكت سوليوشن. تمام؟ فهو الحل اهو، بس ده حل مش كامل. تمام؟ الحل بيقول ايه؟ بيقول لك انا اقروا كده الكود، الكود ده انا شلت منه بقى الهاش انكلودز والمين والكلام ده، انتوا اعتبروا الكلام ده جوه المين، معمول هاش انكلود فوق، معمول هاش ديفاين والكلام ده كله. فانا قلت انتجر سام ايكوال زيرو ده جلوبال، وعملت الاري بتاعي وعملت انشلايزنج للاري بواحد، ودخلت حساب التايم ودخلت جوه البراجما الاو ام بي. خلي بالك احنا لغايه دلوقتي ما خدناش في الاو ام بي غير هاش براجما او ام بي بارلل، وخدنا فيها معلومات كتيره. الباقيين كلهم نفس الستايل كده، في هتلاقي في جمل ثانيه تتكتب بتعمل حاجات مختلفه، هنشوف منهم حاجات وهنكملهم في الاكسبيرمنت ان شاء الله. فهنا انتجر لوكال سام ايكوال زيرو، انتجر اي دي ايكوال هات الثريد نمبر، بعد كده خش في فور لوب لف عليها جمع في اللوكال سام كده. في كام لوكال سام؟ كل ثريد لو انا عندي ده كور في كاش، ده كور ثاني ليه كاش اهو، وهكذا. وهنا شغال ثريد 1 ثريد 2 ثريد 3، كل واحد هنا عنده لوكال سام بتاع ثريد 3، ده لوكال سام بتاع ثريد 2، ده لوكال سام بتاع ثريد 1، وكل الحاجات دي مش موجوده في بقيه الكاشات. فده عمال بيعدل وفي الاخر بيكتبه في الميموري في اماكن مختلفه، فمفيش اي مشكله ولا فول شيرنج ولا ريس كونديشن. تمام؟ الازمه بقى كلها لما انا اوصل لهنا واعدل اللوكال سام اللي موجودين في الميموري، اول ما اخرج بره القوس ده ايه اللي هيحصل في اللوكال سامز دي؟ هيتمسك. فانا لازم قبل ما اخرج ابديتهم. لما اجي ابديتهم محتاج ابديتهم فين؟ يا اما اري يا اما فاليبل واحد. لو اري ازمتي ايه؟ ان هم جنب بعض، لو حللوا الحل ده ازمتي ايه؟ بحجز من غير لازمه وعندي الكاش الكاش سايز ما اعرفوش، فانا عايز حل ثالث. الحل الثالث بقى في حاجه اسمها السينكرونايزيشن. ايه السينكرونايزيشن ده؟ انا عايز اقول الثريدز وهي بتنفذ الجزء اللي جاي ده تنفذه بالترتيب. عايز اقول له لو انا هنا عملت سم بلس ايكوال لوكال سم، لو انا عامل جلوبال فاليو اسمه سم وعملت سم بلس ايكوال لوكال سم، ايه المشكله اللي تحصل؟ الريس كونديشن صح؟ نسمي المشاكل باسمائها. هيحصل مشكله الريس كونديشن اللي هم يعدلوا في نفس الوقت. حل ايه بقى؟ السينكرونيزيشن. اقول لهم عارف سم بلس ايكوال اكس اوف اي، سم بلس ايكوال لوكال سم دي اعملها بس كل ثريد يعملها لوحده. مفيش ثريد يخش فيها لو في ثريد ثاني بينفذها. دي حاجه اسمها سينكرونايزيشن. الاوبن ام بي والمالتي ثريدنج عامه في تو كونسبتس. تمام؟ في تو كونسبتس في موضوع السينكرونايزيشن ده. ازاي اعمل ازاي اخلي الناس تمشي على التوازي او مع بعض؟ في حاجه اسمها فارير. ايه فارير ده؟ اقول له محدش يعدي الحته دي غير لما كله يخلص اللي قبل الحته دي. بمعنى عندي حته في الكود بتكالكوليت اري ايه مثلا، والحته اللي بعدها بتكمبيوت حاجات بيزد على الاري ده، فكل ثريد خليته يكمبيوت حته في اري ايه.
تاني. حد متخيل اللي انا قلته؟ كم واحد فاهم اللي انا قلته لغايه دلوقتي؟ تمام. تاني هقوله ولو حد مش فاهم يقول لي. عندي شويه كود بيعدل في اريه اسمها ايه؟ اربعه elements. وكود بعديه بيقرا الاريه ايه ده ويجمعها مثلا. ماشي؟ او بيعمل عليها شويه اوبريشنز معينه. فانا عايز ابرلايز الكود الاولاني بحيث كل ثريد يحسب حته من الايه؟ والحته اللي جايه برضه عايز ابرلايزها بحيث كل ثريد يحسب الايه بشكل مختلف. الازمه عندي ان لو ثريد خلص اللي فوق ودخل في اللي تحت قبل ما كل ثريدز يحسبوا الايه كلها، ايه اللي يحصل؟ اللي تحت هتحصل على ارقام غلط. فانا عايز اقول له هي اقفوا استنوا لغايه لما كل الناس تخلص اللي فوق وبعد كده كملوا. اعمل كده ازاي بالباريال؟ لو خدت بالك هتلاقي ان هنا كان ده وقف استنى الحته دي، وده وقف الحته دي، وده خلص هنا دخل وقف الحته دي، وكلهم في الاخر استنوا هنا وبعد كده كملوا. تمام؟ الباريال مش هنشوفها في التجربه، مش هنشوفها، مش هنشوف لها تطبيق. احنا مهتمين بمين؟ بالراجل الطيب ده. الحته الحمراء دي هي سم بلس ايكوال لوكال سم. اللي انا عايز اعمله ان محدش ينفذها على التوازي. عشان لما بينفذوها على التوازي ايه اللي بيحصل؟ ريس كونديشن. ممكن يعدلوا في نفس الوقت فتعديل واحد فيهم يطير. فانا عايز اقول له الحته اللي جايه دي اللي هي سم بلس ايكوال اكس اوف لوكال سم كل واحد يعملها لوحده. لو انا جيت ادخل فيها وفي حد جوه استنى لغايه لما يخلص بعد كده اخش وراه. تمام؟ اعمل الكلام ده ازاي؟ بهاش براجما او ام بي كريتيكال. بصوا كده نفس الكوب بالظبط اللي فات، الفرق الوحيد هو الحته دي. ايه هاش براجما او ام بي كريتيكال دي؟ بقول له لو ثريد دخل الباقي يستنى، الثريد اللي جوه خرج اول واحد جه يخش. فكاني بنظم بس الدنيا كده. تمام؟ اوضه كده دخل فيها شويه، هي اسمها كريتيكال سيشن. يعني ايه؟ الانستراكشن دي كريتيكال، ما ينفعش كذا حد ينفذها على التوازي. عشان لو نفذوها على التوازي ايه اللي يحصل؟ ريس كونديشن. ايه؟ بالظبط بقى ده الاقتراح بقى. هنجيب الاقتراح دلوقتي حالا. هنشوف دلوقتي، تمام؟ فانا هنا الهاش براك مون بي كريتيكال، انا كده بقول له جمع في اللوكال عندك وبعد كده ايه؟ عدل في الجلوبال. بس وانت بتعدل في الجلوبال امنع غيرك يعدل في الجلوبال. فلو حد بيعدل الباقي مستنى. خلصت وحد يخش، خلصت حد يخش. المشكله في الستايل ده من الكودنج ايه؟ ان انا عامل مالتي ثريدنج عشان اسرع، اقوم جاي عامل كريتيكال سيكشن عشان ابطل. هم كلهم عايزين ينفذوا بس كلهم بقول لهم استنى انا اخلص واخش انت. طب ايه فايدتها يعني؟ عشان كده بس احنا محتاجينها صح؟ احنا محتاجينها في الحته دي. وبالتالي السينكرونايزيشن دايما بيبطئ الدنيا. فاليوزر بتاع اليوز بتاعه الغلط يبوظ لك الدنيا خالص. تمام؟ فنشوف لما عملنا الكود ده ايه اللي حصل. كم واحد فاهم لغايه دلوقتي؟ معلش ده نسبه جميله جدا. فاللي حصل بقى دلوقتي ان الايه الاوبن ام بي فيرجن بقت ابطا، بقت اسرع الحمد لله، وبتطلع نفس النتيجه. تمام؟ الراجل ده اقترح اقتراح ظريف. قال لك ايه؟ قال لك طب ما بالاول بقى خالص بقى بدل العك اللي احنا عملناه ده كله. فاكرين اول كود كان عامل ازاي؟ اول كود هو ده اللي هو البدل بتاعه هو ده. ما كنت جوه الفور لوب دي مش انا عندي ازمه ان هو بيعدي نفس الفاريبل؟ اقول له خليك كريتيكال هنا. الازمه في ايه بقى؟ ان انا دخلت جوه الفور لوب وقلت استنى بقى هننظم المرور هنا. فكل واحد يوصل للانستراكشن دي اقول له ايه؟ استنى انا جوه اتنفذت البلس دي. والمشكله ان هي انستراكشن بسيطه، بعمل فور لوب وارجع اقف عندها. فانا مش اللي هو بخلصها واروح اعمل حوارات وارجع لها تاني، لا ده انا بخلصها وعايز اخشها على طول بعد كده، ده انا بجمع رقم وادخل تاني. فانا كده عملت سينكرونايزيشن زياده عن اللزوم. بالظبط كده كاني ومستيريس كمان. هنشوف دلوقتي. فتلاقي بقى ايه؟ لو عملنا الاقتراح اللي فوق ده ايه اللي يحصل؟ هتلاقي الاوبن ام بي فيرجن بقت 48 ثانية. يعني انت عامل فور ثريد يجمعوا خدوا دقيقة والسيريال كود بيعملها في نص ثانية. تمام؟ ف موضوع الكوميك ده ظريف والله. طيب احنا كده خلصنا الاوبن ام بي كده ما خلصتش. الاوبن ام بي فيها تفاصيل كتيرة جدا. بس احنا كده خدنا بيزكس تمشينا. هنكمل عليها في التجربة. في أزمة في الاكسبيرمنت انا هبقى مفترض ان انت فاكر. يعني انت لو جيت لي في الاكسبيرمنت في المعمل
بعد شهرين من دلوقتي انت فاكر كل الكلام ده تمام، وهكمل على هكمل عليه. فانت احسن لك ابدا ذاكر الاوبن ام بي، الاوبن ام بي خلصها تبدا في السي في على طول، يعني حاجه تقيله تمام. واللي انتوا خدتوه لغايه دلوقتي هيفهمكم شويه الكلام اللي في الفيديوهات. يعني انت هنا الموضوع الكريتيكال سيكشن، موضوع ال بسم الله الرحمن الرحيم، موضوع الفولس شيرنج، موضوع الريسك كونديشنز، دي حاجات مهم جدا تبقى فاهمها. لان انت اغلب مفيش برنامج هتعمله ليه لازمه في الحياه مش شغال مالتي تريدنج تمام. فانت مهم جدا تبقى عارف كده انك انت ممكن تحاول تسرع فتلاقي نفسك عملت ايه، ضعفت 100 اكس، يعني بقى سرعتك ابطا 100 مره تمام. قول ممكن اه، بس انت بس الاحسن انك تعمل موضوع الثاني عشان تمينيمايز التعديلات. هو الفكره كلها في الاوبن ام بي بيعمل ايه؟ الاوبن ام بي هدفه ان هو يخليك تموف من السيريال للبارلل بتعديلات تافهه. يعني بص بص الكود هنا كم تعديل على الاصلي؟ هاش براجما اون بي كريتيكال، هاش براجما اون بي بارلل، التعديل ده شكرا كده كده انا نقلت البرنامج من كان بيتنفس في نص ثانيه سرعته 4 اضعاف تمام؟ يا جماعه اسالوا بصوت عالي يا جماعه. دي بره اللوب، الاون بي كريتيكال دي بره اللوب. يا جماعه احنا هنا عملنا الجمع كله في لوكال فاريبل، فالجمع حصل في الاري كله بسرعه، وبعد ما خلصنا عملنا سنجل انستراكشن بتابديت اللوكال سم في الجلوبال سم. يعني كل ثريد نفذ سم بلس ايكوال لوكال سم دي مره واحده بس. الساعه كام؟ طيب احنا كده ماشيين بريت لطيف، ناخد بريك بقى.